السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد وحلقه جديده من استاد الاهلي. النهارده طبعا حلقه استاد الاهلي خاصه طبعا بليله مباراه الغد ان شاء الله، ليله مباراه الاهلي والانتاج الحرب ان شاء الله سوف تقام الساعه 8 مساء غدا في استاد القاهره. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا اللي من خلال كل ثلاث نقاط بيحصل عليها بيبتعد بالبطوله بعيدا عن اقرب منافسيه الحاليين. طبعا موجود دلوقتي نادي الزمالك في المركز الثاني مؤقتا حتى غدا مباراه الاسماعيلي وطنطا، ولكن طبعا الاهلي بيغرد بعيدا عن جميع الفرق في هذه البطوله. ان شاء الله احنا في الاسبوع 26 يتوقع بعض المباريات القليله ثم يعلن رسميا ان شاء الله في القريب العاجل ان الاهلي بطل هذا الموسم والموسم الثالث على التوالي واللقب رقم 40 او النجم الرابع. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا، مش عايزين نستعجل كده، ولكن هو المتوقع من ذلك ان ان شاء الله احنا ابطال هذا الموسم نتيجه طبعا النتائج ونتيجه بعدنا عن الاقرب المنافسين لينا من حيث النقاط. طبعا كابتن حسام البدري اختار 21 لعيب لمباراه الغد، كل من محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي وحسام غالي وحسام عاشور، احمد فتحي، عمرو السوليه ومحمد نجيب ووليد ازارو وجونيور اجاي وايمن اشرف ومروان محسن ووليد سليمان وكريم ندفيد وصبر رحيل واحمد حمودي ومحمد هاني وصلاح محسن وعلي معلول وباكا واسلام محارب. خرج طبعا كل من عبد الله السعيد واحمد حمدي وباسم علي نتيجه ما زالوا في جزئيه الاصابه، ايضا سعد سمير اللي فقدنا في هذه المباراه نتيجه الانذار الثالث اللي اخذه في المباراه السابقه، ايضا بالاضافه الى رمضان صفا واحمد ياسر ريان ومحمود الجزار واكرم توفيق وميدو جابر ومحمد شريف وهشام محمد، ده طبقا لرؤيه الجهاز الفني من حيث الفنيات في الفترة السابقة. أيضا سعد سمير بياخد راحة النهاردة من التدريبات يمكن عشان طبعا حتة أنه هو مش موجود في مباراة الغد، كابتن حسام بدري فضل أنه هو ياخد راحة اليوم في جزئيه التدريب. ايضا جزء من التدريبات كان على الضربات الثابته وكانت جزء من تقسيمه صغيره كابتن حسام البدري واللي ابتدى من خلال طبعا امبارح في التقسيمه، والنهارده جزئيه الاجتماعات او الاجتماع الخاص بالفريق قبل النزول للملعب او قبل بدايه التمرينات، طبعا بيشرح فيها الفتره السابقه اكيد مباراه الغد والاهداف بقى في المرحله القادمه بالنسبه للنادي الاهلي من حيث طبعا بطوله افريقيا اللي ان شاء الله خلاص هتكون موجوده في القريب العاجل، وايضا حته الجماهير اللي هتبقى متواجده ان شاء الله في هذه المباراه، هيكون ان شاء الله في مباراه في استاد القاهره تم تحديدها وهيكون 5000 متفرج بالنسبه لهذه المباراه. تدريبات طبعا بالنسبه لباسم علي واللعيبه اللي ممكن بتعاني من اجهاده، لكن باسم علي ان شاء الله نتمنى يرجع بسرعه، واحد من اللاعبين المميزين اللي هو يعني بيتكلم او بيلعب بيبقى متواجد بشكل مميز جدا الصراحه اثناء وجوده او اثناء مشاركته مع الفريق. كابتن سيد حفيظ هو بيتكلم على مباراه الغد والتصريح عن مباراه الغد، طبعا احنا عارفين الانتاج الحربي من الفرق المميزه اللي الجهاز الفني الخاص بيه كابتن مختار واحد من ابناء النادي الاهلي والمعروف ان هو مدرب قدير وعنده القدره على قرايه المباراه وعنده القدره على اللعب مع الكبار زي ما احنا بنتكلم سواء بقى الاهلي او الزمالك، فبالتالي كابتن مختار اكيد بيتعامل ايضا مع هذه المباراه بشكل جيد. عشان كده كابتن صالح حفيظ كابتن حسام البدري تصريحاتهم عن هذه المباراه انها ليست سهله، والهدف من هذه المباراه هو ايضا الحصول على الثلاث نقاط لان لا بديل صراحه لفريق النادي الاهلي عن الفوز بالمباراه. شخصيه البطل وده اللي انا بتكلم عليه موجوده خلاص عند النادي الاهلي، ما ده قدر مكتوب على اللاعبين وعلى الجهاز الفني وعلى جمهوره، حتى ان انت جمهور النادي الاهلي هو عارف ان النادي هو البطل، هو الافضل في الدوري المصري، هو الافضل في افريقيا، هو الافضل في الشرق الاوسط، وده مش كلامنا احنا بس، يعني لما نيجي نتكلم على سالجادو اللاعب اسطوره اسبانيا ويعني واحد من اللاعبين المميزين في المنتخب الاسباني وبيتكلم على النادي الاهلي وبيقول ان النادي الاهلي هو ريال مدريد الشرق الاوسط، ده مش كلامنا احنا بس، بنتكلم على شخصيه
البطل ده معروفة ومعروفة عند العالم كله، ان في كل بلد في نادي دي شخص اسمها شخصية البطل اللي هو لا بديل عنه انه يفوز، عن انه يبقى متواجد بشكل مميز، سواء بقى في الدوري المحلي بالنسبة له او بالنسبة للدوري بقى الاوروبي. لو احنا بنتكلم على ريال مدريد، بنتكلم على اندية قوية في اوروبا، وبنتكلم على الاهلي في افريقيا، بنتكلم على فرق كتيرة جدا في انحاء العالم. ولكن ميشيل سلجادو وهو تصريحه بيتكلم على النادي الاهلي، ان النادي الاهلي هو ريال مدريد الشرق الاوسط. ده طبعا كان من خلال هذا التصريح وجود ميشيل سلجادو كرئيس للاكاديميه الاسبانيه في دبي، وفي بطوله هناك اسمها للكاس اسمها الكاس الدوليه للناشئين، النادي الاهلي بيشترك بيها هناك. ومن خلال طبعا تواجد قطاع الناشئين هناك او البطوله دي، شايف قد ايه قطاع الناشئين وقد ايه الفرق الاهلي في هذه البطوله مميزه. فاتكلم على النادي الاهلي وتصريح ليه كان مهم جدا لما بيجي من خلال نجم كبير زي ميشيل سلجادو، يعني دي حاجه طبعا تحسب اكيد للنادي الاهلي ان هو يصف. طبعا المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكابتن زيزو المدير الرياضي للنادي الاهلي وتواجدهم في هذه البطوله، ويعني واضح جدا العلاقه الجيده ما بين المهندس خالد مرتجي وسلجادو. اكيد الكلام دائما على النادي الاهلي في كل حته في العالم موجود وبشكل كويس وبشكل مميز. طبعا احنا اشتركنا في كاس العالم للانديه مرات عديده، فبالتالي واضح جدا اسم النادي الاهلي دايما رنان لنجوم العالم. ويمكن ريال مدريد جم لعبونا هنا، كل الفرق الاوروبيه لما جم لعبونا هنا عرفوا قد ايه قيمه وشعبيه النادي الاهلي بشكل كبير. فبكلمكم على شخصيه البطل، مش احنا فقط اللي احنا بنتكلم عليها او احنا كاهلاويه او محبين للنادي الاهلي بنتكلم عليها. انا يمكن كابتن ربيع ياسين واحد من نجوم النادي الاهلي، واللي بنتكلم عليه واحد بقى من شخصيات الابطال اللي موجوده داخل النادي اللي وكونوا شخصيه الابطال داخل النادي الاهلي وشخصيه البطوله داخل النادي الاهلي، وهو المدير الفني لمنتخب 2001، بيستعد ان شاء الله للمهمه المهمه الرئيسيه بالنسبه له، وهو تكوين الفريق، تكوين فريق منتخب 2001 من خلال ان هو بيروح المحافظات ويشوف افضل اللاعبين، سواء بقى في الفرق الكبيره او في الفرق الصغيره اللي ممكن تكون من خلال بعض الفرق اللي ممكن ما يكونش ليها اسم تلاقي فيه لعيب مميز. كابتن ربيع ياسين طبعا حاجه محترمه، قبل كده كان المدير الفني لمنتخب الناشئين وكان بيشتغل بهذه الجزئيه، وطلع علينا مجموعه من اللاعبين المميزين اللي اساميهم حتى الان رنانه لما كابتن ربيع بيقعد معانا الصراحه وبنشوف الفرق بيقول لك ده ابني، ده كان معايا في المنتخب، ودي حاجه مميزه. هو ده الدور اللي بيحصل من خلال منتخباتنا الوطنيه، سواء بقى المنتخبات الناشئين بيطلع بقى مجموعه من اللاعبين المميزين للفرق والمنتخبات الوطنيه بالنسبه لمنتخبنا الاول. كابتن ربيع ياسين طبعا معايا على التليفون، وهنعرف من خلال كابتن ربيع طبعا الفتره القادمه بالنسبه له هتكون شكلها ازاي، والخطه اللي راسمها كابتن ربيع لتواجد او اختيار اللاعبين هتكون عامله ازاي. كابتن ربيع مساء الخير عليك. كابتن يا سلام يا ابو حميد، ازيك حبيبي؟ تحياتي ليك يا كابتن، ربنا يخليك. واكيد انت اللي منور يا كابتن، ربنا يخليك حبيبي. ان شاء الله كابتن بالتوفيق ليك كابتن الفتره القادمه. وبدايه الكابتن ربيع بيبتديها من خلال تكوين الفريق. كابتن ربيع يعني توضح لنا الامور بالنسبه لمنتخب 2001 في الفتره القادمه هتكون ماشيه ازاي يا كابتن؟ هو انا بتابع طبعا الفتره دي يا محمد، اسمها فتره الانتقاء. يعني انا مقسم مراحلي على اكثر مرحله، مرحله الانتقاء وبعدين البناء، واخد بالك؟ وبعد كده المحاضره المباريات التجريبيه. الانتقاء ده انا بتابع دوري الجمهوريه، النهارده كنت بتابع انبي وديكلاس انبي، الاسبوع اللي فات كنت في الزمالك، والاسبوع اللي قبله كنت في الاهلي. بالك عندنا 30 فريق، عندنا 18 فريق، في 30 يبقى ب 540 لعيب، دول بنتابعهم انا وجهازي. مش عشان اوسع الدايره واشوف عدد كبير جدا يا محمد، انا بقى يعني هقترح ان شاء الله ان احنا نعمل بطوله المناطق والقطاعات بدون لاعبي الدوري، ودي لو متوسط 60 لعيب في 8 420 420 و540 يعملوا 1010. يبقى انا شفت في فتره الانتقالات 1010 غير بقى ايه؟ لعيب هنا لعيب هنا لعيب هنا لعيب هنا. انا بوسع الدايره عشان اعمل العدل واشوف كل مصر. بالك؟ صحيح. ده معناها يعني ان بشوف كل محافظات مصر، كل محافظات مصر في المناطق والقطاعات. دي فتره مهمه جدا يا محمد، اديها مثلا حوالي 12 اسبوع بامر الله تعالى، عشان اكون خلصت الفتره المهمه جدا والصعبه جدا في انتقاء اللاعب اللي ان شاء الله مع البناء يبقى لعيب دولي
على اعلى مستوى باذن الله ان شاء الله. كابتن، يمكن كان في خبر احنا كنا قلناه من يومين ان كابتن ربيع يعني المسؤوليه هتبقى او بدايه المهمه هتبقى بعد كاس العالم، لكن التوقيت اللي انت بتبتدي تختار فيه يا كابتن ده مجهود شخصي من حضرتك ولا يعني الوضع بالنسبه للجزئيه دي عامله ازاي؟ انا هقعد مع كابتن مجدي عبد الغني بكره محمد. عندنا 27 اسبوع يا محمد، الوقت مش في طريقنا، خلي بالك. 27 اسبوع خلي بالك، فيهم ايه؟ فيهم دوري، وفيهم مباريات، وفيهم فترات اعداد، وفيهم اعياد، وفيهم امتحانات، وفيهم اجازات. انا وقت الفني فين اللي هقدر بيه اصنع اللعيب؟ فطبعا هوضح الصوره دي للكابتن مجدي، والكابتن مجدي هيفهم الكلام ده وهيتعاون معايا، لان الموضوع مش موضوع فلوس، موضوع ان احنا نكسب وقتنا ونشتغل. صحيح، دي مهمه قوميه يا محمد طبعا نشتغل فيها على اعلى مستوى. طبعا احنا خد بالك، فانا بكره هقعد مع كابتن مجدي وان شاء الله تفهم الموضوع. وانا كده كده ابتديت واشتغلت اشتغال وعمال الف، لان الوقت صعب جدا. 27 اسبوع خلي بالك، قلت لك انا عاوز الصافي منهم ليا انا، خد بالك. فده اللي انا بسعى له، وان شاء الله يتفاهموا كلهم ويتعاونوا معاهم، فكلنا ان شاء الله تعاون. وهي انا متاكد ان 100% الامور هتبقى على احسن ما يكون باذن الله ان شاء الله. كابتن، يمكن حضرتك حققت يعني نتائج جيده جدا مع منتخب الشباب، يعني تطلعاتك بقى من خلال برضه المنتخب ده نفس الوضع ان شاء الله كابتن؟ ان شاء الله انا بسعى واكتفي. انت عارف ان انا احنا بنقاتل عشان احنا دي مهمه قوميه يا محمد، مسؤوليه كبيره جدا. ربنا يقدرنا، هنسعى وهنجتهد وهنشتغل بما يرضي الله، هنشتغل بعدل، هنشتغل بفنيات، هنشتغل باسلوب علمي كبير على اعلى مستوى، والله الموفق باذن الله. معلش كابتن، يمكن انا بس عشان انا يعني جزئيه المنتخبات 2001 عنده افريقيا، ودي بتبقى مؤهله لكاس عالم، مظبوط كابتن؟ يا محمد انت دي 17 سنه عنده تصفيات بمشيئه الله تعالى. شهر 5/2020. تمام يا كابتن. عشان لو في نصيب وصلنا كاس الامم، يبقى كاس امم شهر 3/2021، كاس العالم 6/2021 بمشيئه الله تعالى. تمام، ده هيكمل يا كابتن المنتخب الاولمبي ولا المنتخب ده مش هيكمل؟ بامر الله منتخب ده جيل ذهبي، يعني ده بيسمى الجيل الذهبي دائما يا كابتن. ان شاء الله كابتن تحقق بيك حاجه كتير جميله كده، وتكمل بيهم ان شاء الله منتخب الاولمبي. كابتن ربيع بالتوفيق يا كابتن ربيع، وان شاء الله مجهود كبير بيقدمه كابتن ربيع دائما مع المنتخبات الوطنيه. يمكن واحنا بنتكلم على مباراه الغد قلت القائمه الخاصه بالنادي الاهلي، لكن احب اقول برضه القائمة الخاصة بفريق الإنتاج الحربي. أعلن كابتن مختار مختار قائمته لمباراة الغد، وكانت مكونة من عامر ولؤي وائل وأسامة محمد وسيد الشبراوي وخالد قمر ومحمد موسى وجيمس سيدي ومحمد عصام وأحمد شرويدة وعباس أميدو وعبد الرحمن بودي وإسلام رشدي ومحمد عضل ومعاز الحناوي وأحمد شديد إناوي ومحمد خليفة وليلى وعبد العزيز موسى. ده يمكن القائمة اللي اختارها كابتن مختار بالنسبه لمباراه الغد. زي ما بقول لكم هي مباراه مش سهله، مباراه كابتن حسين العحويس حتى وكابتن حسام بدأ التصريح بالنسبه لهم ان المباراه ليست سهله في مباراه الغد، فبالتالي التركيز مهم، الاعتماد على الفتره اللي فاتت والشكل الفني العالي اللي احنا قمنا بيه من خلال المباريات السابقه لازم ان شاء الله يبقى متواجد في مباراه الغد. بعض اللاعبين اللي ان شاء الله هيبقوا متواجدين او الاختيار التشكيل الاساسي الكابتن حسام البدري ايضا مهم جدا ان هم يبقوا في حالتهم، حته ان انت بتريح اللعيبه في جزئيه ضغط المباريات بتريحهم بشكل معين. يعني وليد ازارو كان اشتكى من العضله الخلفيه بتاعته، فبالتالي كابتن حسام اداله نص تمرينه ما خلاهوش يتمرن بشكل جديد، ده جزء من عمليه الراحه بالنسبه للاعبين عشان يقدر يعمل ريكفري بالنسبه للعضله بتاعته وجزئيه الراحه بالنسبه للجسم. مجموعه من اللاعبين اللي يقدر يعمل معاهم كابتن حسام بدري، لكن انا كنت بتفرج على التمرين امبارح في النادي صراحه، جزئيه اللعب على المساحات الصغيره، لان انت طبعا ما تيجي تقابل فرق دائما بتلعب عليك الزون فينس وبتبتدي تقفل الملعب وبتلعب امام ال 18، فانت بتبقى محتاج عمليه النقل والحركه باستمرار. كابتن حسام كان في تمرين امبارح كان بيلعب على الجوال الصغيره ويبتدي يضيق المساحات ويبتدي يلعب او يشتغل على هذه الجزئيه، فبالتالي ده مهم جدا ان انت بتتعامل فيه من خلال التمرين عشان تطبقه خلال ال 90 دقيقة لما بتقابل فريق بالشكل ده. طبعا من الوارد ان يحصل كده في مباراة الانتاج الحربي غدا. خلينا اكلمكم على مباراة ان شاء الله اهلي، مباراة كنا بنتكلم على سلجاد والبطولة الدولية في الامارات. الاهلي ان شاء الله هيواجه وادي دجلة في بطولة دبي غدا ان شاء الله. معايا كابتن احمد سمير بيبو مدير او مدير الفني لفريق 2005، وهيكون معانا على الهاتف من خلال وجوده طبعا في دبي. احمد مساء الخير يا كابتن احمد. كابتن محمد ازي حضرتك؟ تحياتي ليك يا احمد وموفق ان شاء الله. ايه الاخبار عندك؟
لا والله يا كابتن الأجواء جميلة جدا، يعني دورة على أعلى مستوى، حاجة جامدة جدا ما شاء الله، تنظيم رائع وحاجة تفرح والله. وإن شاء الله بإذن الله يعني حاجة تبقى مستمرة كده، نكرر التجربة مع الفرق الأوروبية اللي على أعلى مستوى، دي حاجة بتضيف لنا حاجات كتير قوي، وتعلمنا تجارب كويسة جدا. والحمد لله الحمد لله نتائج معقولة. يمكن احنا لعبنا ماتش مع الشرق الاماراتي في اول مباراه، كسبنا 4-1، قدرنا نستفيد. الفرقه طبعا يمكن هي حامل اللقب وخد البطوله السنه اللي فاتت، كسبت ريال مدريد، عملنا مباراه كويسه جدا جدا. طبعا هم امكانياتهم عاليه جدا ما شاء الله، برضه في اوروبا فكر عالي جدا على اعلى مستوى. وخسرنا 2-0 يعني من كورتين تسليم، ورحنا كتير، ضيعنا اهداف كتير. كان ممكن الماتش يعني النتيجه لا تدل على سير المباراه فعلا. هم كانوا مستحوذين استحواذ كويس، ولكن احنا مضيعين 4 فرص مؤكده، وحتى الجولين اللي دخلوا فينا من الكره الثابته اخطاء طبعا، كان فيها نسبه خطا من الطفل الصغير حارس المرمى عندنا، كان فيها خطا، ولكن عادي مفيش مشكله خالص. لعبنا مباراه النهارده مع الفريق الكندي، فريق محترم وفريق كويس، الاولاد كانوا موفقين وكسبنا 3-0 الحمد لله. النهارده بقى كنا بنلعب الاكاديميه الاسبانيه، برده دي فرقه اسبانيه جامده جدا على اعلى مستوى، برضه خسرنا 1-0 الحمد لله على كل شيء. مع الولاد عملوا جيم كبير جدا، عملوا ماتش كويس جدا، ولكن برضه سوء توفيق. كان انا بس ليا ملاحظه، الاكاديميه الاسبانيه دي اللي هي خاصه بالسلجاد واللي عامل البطوله شخص محترم وشخص جميل جدا، لكن ملاحظه ان الجول بتاع فرقه الاكاديميه الاسبانيه مش طبيعي، يعني احنا حتى هنا لنا تعليق هو بعتين، هو الولد ده جنسيته من غانا، يعني لا انت بتلعب جول لحارس فريق اول ما شاء الله تبارك الله عليه، يعني بيزوروا هم كمان ولا ايه يا احمد؟ لا ده موضوع صعب جدا والله يا كابتن محمد، يعني انا يعني كل الناس بتعلق على الموضوع ده. احنا في بدايه المباراه يعني ضيعنا حوالي يعني رحنا عليه كتير جدا، ولكن بجد بجد عملاق، يعني عشان حتى قاعد الكابتن محمود صالح لسه بيتكلم، ولد لا يعني مش طبيعي ما شاء الله عليه. طبعا انت عارف غانا وافريقيا دايما حته التزوير والتسليم ده بيبقى بشكل غير طبيعي، لكن هناك اجتهاد وعملوا اللي عليهم. انت راح تحتك يا احمد بشكل مميز، وده المهم بالنسبه لك يعني، ويكفي ان سلجادو وهو بيتكلم على الفريق بتاعك اتكلم عليه بشكل مميز جدا، واتكلم عليه ان هو بالرغم من الخساره من سالتا فيجو اتكلم على اللعيبه بشكل مميز، اتكلم على لاعب اسمه احمد ايمن مارادونا برضه. هو لفت نظر مارادونا بشكل كويس، يمكن يعني مارادونا عامل بطوله على اعلى مستوى، هو ومعتز ويوسف جمال وعفيفي وسيف ورأفت وكل اللاعبين، مش عايز انسى حد، ولكن هم الولاد عاملين مجهود كبير جدا يا كابتن فاروق. وزي ما بقول لك يعني كابتن محمد، الولاد برضو في حاجه غريبه برضو عندنا، احنا متحجمين شويه، العدد اللعيبه اللي معانا قليل شويه. يعني هو باعت لك الدعوه، انت جايب مثلا حوالي 12 لعيب فقط، فانت يعني برضو اجهاد على الولاد بشكل. وطبعا هم عندهم هناك في الامارات 20 لعيب و25 لعيب، وبيغيروا فرقه ويبدلوا فرقه، ولكن الحمد لله زي ما بقول لك احنا زي ما انت بتقول، هي الغرض الاحتكاك القوي جدا بالمدارس الاوروبيه. واحنا مبسوطين جدا من التجربه، وتجربه جميله، وانا مبسوط بولادي جدا وفخور بيهم ان شاء الله. يا احمد ربنا يكرمك يا احمد، انت مدرب كويس. خليني بس اتكلم على جزئيه، انت المفروض بعد يعني المباريات القادمه بالنسبه لك، انت وصلت لمرحله معينه هتستكمل ازاي او فين؟ هم عاملين نظام كويس جدا، يعني دلوقتي الفرقه اللي هي بتوصل دور الثمانيه هيلعبوا على حاجه اسمها الذهبيه. الفرق اللي هي بتخرج من دور ال 16 بيلعبوا على حاجه اسمها الميداليه الفضيه، يعني في منافسات، هو مش عايز يخرج الاولاد كلها من البطوله. من اول بقى يعني النهارده انا عندي مباراه بكره مع وادي دجله، لو كسبت هلاعب فرقه ثانيه كسبت في نفس المجموعه بتنافس على الميداليه الفضيه. تمام. ونفس الكلام، هو عامل دوره للمجموعه اللي وصلوا، وهم برشلونه وريال مدريد وسيلتا فيجو اللي هم المراكز الاولى، واحد منهم بس اللي هياخد الميداليه الذهبيه، يعني دوره خاصه فيهم ودوره خاصه للمجموعه دي، وفي دوره للبرونزيه المستوى اللي هو الثالث اللي هو الاقل كمان، وفي دوره للمستوى الرابع كمان، يعني الراجل عامل دلوقتي بتشتغل على المستوى الثاني بفضل الله الحمد لله. طب الحمد لله. طب يعني طبعا واضح ان كان معانا على الشاشه المهندس خالد مرتجي وكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي متواجدين معاكم في الملعب وبيأزروكم بشكل كبير يا احمد. مش عايز اقول لك يعني
يعني واقفين معانا بشكل غير طبيعي، بشكرهم على وجودهم معانا في اي وقت وكل وقت وكل زمان. مسانده غير طبيعيه، مبسوطين جدا من الولاد، بيكلمونا الولاد لما خلصوا قعدوا يعيطوا. انت عارف ده ولاد النادي الاهلي وتربيه النادي الاهلي يا كابتن، انت عارف احنا لعبنا في النادي الاهلي واحنا ولاد صغيرين، فبنزرع في الولاد الحته دي انه ما بيعرفش الخساره وما بيعرفش. ولكن الكابتن على الساعه شايف يمكن لما بنكسب المباريات اللي احنا بنكسب فيها اربعه وثلاثه ما بيروح لهمش خالص ولا بيكلمهم، يجي عند الخساره يقول لهم لا انتوا كنتوا هايلين واطلعوا وارفع راسك فوق وانت هايل وانا النهارده مبسوط اداء. يمكن باشمهندس خالد مرتجي مبسوط جدا وبيكلموني كويس جدا، الناس مبسوطه جدا من اداء الولاد والرجوله اللي هم فيها. هم بيقولوا احنا بنلعب فرق اوروبيه وفرق عالميه ومبسوطين جدا واقفين جنبنا وسند لينا وضهر كل حاجه، فانا بشكرهم على جهودهم ده معانا والله يا كابتن محمد. توفيق ان شاء الله ليك يا احمد. ويعني وطبعا برضه بشكر الكابتن محمود صالح وقت معانا يعني جميل. الراجل معايا طبعا كابتن محمود جميل ما شاء الله يعني بشكره كابتن محمد سراع. بالتوفيق ليك يا احمد ان شاء الله في المباريات القادمه، يعني لو انت بتلعب على الميداليه الفضيه ان شاء الله تحصل عليها بامر الله، معاك مجموعه يعني مميزه. انا كنت بتفرج على فريقك وانت مدير فني مميز، ربنا يوفقك احمد ويوفق فريقك في هذه البطوله. ويعني دائما قطاع الناشئين بشكرك طبعا يا احمد، دائما قطاع الناشئين من خلال براعم وتطلع بقى لغايه القطاع نفسه ثم تفريغ اللاعبين للفريق الاول، ده مهم جدا. دوري يعني المباريات دي والدورات الدوليه دي مهمه جدا عشان حتى اللعيب وهو صغير يبقى زي ما بقول لعيب دولي. انت بتكون لعيب الدولي ان هو بيحتك مع فرق ممكن تكون خارج مصر، فبالتالي دي جزئيه مهمه جدا. النادي الاهلي طبعا باسمه بيشترك من خلال وجوده في هذه البطولات، وفي نفس الوقت اسمه الكبير مش شرط بس ان انت بتحتك، لا ده انت بتعمل جيل جديد دولي بالنسبه للنادي الاهلي وللكره المصريه. خليني اقول لكم بس النتائج بقى قبل ما اروح ولفاصل واستقبل ضيوفي كابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم، طبعا نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي، نتكلم على ليله المباراه واستعداد النادي الاهلي لمباراه الغد. اقول لكم بس مباريات الجوله 26 ونتائجها حتى الان. الاتحاد السكندري وانبي اتلعبت هذه المباراه امس، وتعادل سلبي ما بين الاتحاد السكندري وانبي، ثم فوز الزمالك بصعوبه على النصر 2-1، وكان النهارده في مباراه طلائع الجيش وبتروجيت وانتهت بفوز بتروجيت 2-1. طبعا ان شاء الله مباراه الغد بالنسبه للاسبوع 26 هيكون يوم السبت بكره ان شاء الله، الرجاء وسموحه ثم الاسيوط سبورت والداخليه والاسماعيلي وطنطا والاهلي والانتاج الحربي ان شاء الله هيكون الساعه 8. يوم الاحد هتكون ختام المباريات المقاولون العرب والمصري البورسعيدي ومصر المقصه ووادي دجله. ده بالنسبه لمباراه 26 اللي اتلعبت ونتائجها، وايضا بالنسبه للمباريات المتبقيه في هذا الاسبوع. هروح لفاصل واستقبل طبعا نجوم مصر كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ماهر همام. مرحبا بحضراتكم من جديد. اتكلمنا عن مباراه الغد وليله المباراه، اكيد واحنا بنتكلم على الجزء الفني مهم جدا يبقى معانا نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي نقدر نتكلم وتوقعاتنا للشكل والتشكيل وما سوف يحدث غدا من خلال هذه المباراه امام الانتاج الحربي. برحب طبعا بضيوفي ونجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف برحب بحضرتك. كابتن شريف برحب بيك وبرحب بكابتن ماهر، هو كابتني. انا اسف. لا مفيش اسف، انت ما تاخدش بالك من حكايه عشان احنا مع بعض في ماتش واحد يا كابتن. انما كابتن ماهر هو كابتني وكابتن مصر وكابتن الدنيا كلها. طيب برحب بكابتن ماهر. لا لا طبعا مدربي كمان، ويعني اول ما صعدت الفريق اول انا سعيد ان انا معاك النهارده. ده انا اللي سعيد طبعا. وبالي كابتن شريف مش شفتوش بعد ما رجع من عمره فحاجه مهمه. لا 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 بص بقى عاملين معانا وهدايا بقى من السعوديه حاجه جميله يعني. نور كده نور امبارح ما جاش يا حبيبي. امبارح ما جاش. لا ما خلاص بقى مش عايز منك حاجه، خلاص انا طلبت منك حاجه وانت ما جبتهاش. نورينا يا كابتن. خلاص انا رحبت بيها وانت حبيبي كابتن شريف صراحه. انا اخويا من على اليمين الاول، كلنا احنا اخوات يعني. طبعا نور كابتن. نور كابتن شريف انت اللي منور يا فندم. يعني واحنا يعني انا كان يعني يهمني انا ارحب بيكم في الاول، ولازم طبعا واحنا بنتكلم دائما في رموز يا كابتن تسمحوا لي بس اعزي رمز وجوده في النادي الاهلي. دايما اللي بيخدموا النادي الاهلي واللي بيحبوا النادي الاهلي لما بيحصل لهم شيء ممكن يكون حلو او وحش لازم نبقى متواجدين مع عم نصار، واحد من الناس اللي كانوا متواجدين دائما
على بوابة النادي الأهلي لمدة 40 سنة، راجل كان جميل جدا، وانت رايح وانت داخل النادي كان يبقى المسؤول عن توزيع مجلة النادي الأهلي، متواجد لمدة 40 سنة، انت بتشوفه كل يوم، بتخش في النادي، داخل تتمرن، داخل تقعد مع زمايلك، كان متواجد توفاه الله يعني وربنا يرحمه. فبالتالي وجودنا النهاردة من خلال قناة النادي الأهلي أكيد لازم نكرمه، من احنا حتى نقول هذه الجزئية وان احنا ندعي له بالرحمة من خلال قناة النادي الأهلي. ألف رحمة ونور عليه طبعا عم نصار، وداعا يعني زي ما مكتوب على الشاشة، واحد من محبين النادي الأهلي، واحد من اللي خدموا أيضا النادي الأهلي لكن بشكل مختلف، فبالتالي لازم نكرمه من خلال تواجده. كابتن محبب، كابتن شريف تتعز يعني كابتن ماهر تحب تعز كابتن بداية من حضرتك. اتفضل يا شريف. اتفضل كابتن. البقاء لله طبعا يا فاروق، طبعا احنا بنحيي قناة النادي الأهلي بصراحة السباقة اللي هي يعني ورا كل حدث موجود، اذا كانت فرحة او اذا كانت حزن. بالنسبة لنا عم نصار ده طبعا يعني اب لينا بصراحة، يعني احنا طول عمرنا يمكن انا وشريف وفاروق احنا ما عرفناش مجلة النادي الأهلي دي ايه اللي بعم نصار، يعني احنا كان عندنا فرحة ونشوة وحب وتشويق وشوق لما بتيجي تنزل مجلة الأهلي يوم الخميس عشان احنا نيجي يوم الجمعة ناخدها. فكان عم نصار ده أول واحد بنقابله، وشوف أنت البشرة السمراء الجميلة، الابتسامة اللي كانت موجودة على وجهه، وحبه لينا يعني وتشجيعنا لينا. فالبقاء لله، ويعني أخذ أحزان أسرته إن شاء الله. طيب كابتن ماهر، كابتن شريف لو تحب تعزي. رحمة الله عليه، الجنة بما فيها يا رب العالمين إن شاء الله. عم نصار طبعا علامة زي ما أنت بتقول، بس لما تخش وما تلاقوهوش عرفنا إن هو عمل حادث أليم من جنب النادي كده، موتوسيكل خبط معاه وراح المستشفى. الناس ما اثرتش معاه الحقيقه في النادي كله، وضلنا ندعي له لغايه لما يعني ربنا راحه واستريح، والحمد لله على كل شيء. احنا الاسبوع اللي فات ده برده كان عندنا حادث تاني، بطل السباحه صحيح ولد ربنا يرحمه طبعا، كلنا حزنا وتقطعنا من جوه يعني. فربنا له ما يعني اعطى واخذ، بتاعت ربنا كلنا بنترحم عليهم كلهم، والحمد لله على كل شيء. الحمد لله. الحمد لله، ربنا يرحمه طبعا ويرحم طبعا الشاب يعني بطل السباحه ده حقيقه يعني ربنا يرحمه. خليني طب يا كباتن بقى، واحنا بنتكلم على مباراه الغد يعني خلينا نقول بس النتائج بتاعت اسبوع ال 26 يا كابتن وبدايتها، وين تعليقا على حضراتكم، لان في من خلال النتائج دي حاجات اتغيرت في الجدول الدوري ممتاز. وجود الزمالك دلوقتي كوصيف للنادي الاهلي يعني لاول مره هذا الموسم، فبالتالي الوضع الطبيعي بالنسبه للدوري الممتاز ابتدى يبقى موجود من خلال تواجد نادي الزمالك كمركز ثاني او خلف النادي الاهلي واقرب المنافسين للنادي الاهلي. طبعا مباراه الاتحاد وانبي والتعادل الايجابي 1-1، ثم مباراه النصر والزمالك وفوز صعب النادي الزمالك على فريق النصر 2-1 بعد تقدم نادي النصر في بدايه اللقاء، ثم النهارده مباراه طلائع الجيش وبتروجيت وفوز بتروجيت 2-1. يعني اتحاد اسكندريه كابتن وانبي كابتن ماهر، يعني اعتقد ان نادي الاتحاد يعني المفروض ما يفرطش في نقطه في الفتره القادمه، فمباراه اعتقد يعني مش في صالحه التعادل ده كابتن. بالظبط، وهو يمكن بعد توليه محمد عمر محمد الاداره الفنيه كان ثقه جمهور الاتحاد في عمر بشكل كبير جدا، وفعلا الثقه دي افرزت ونتائجها كانت واضحه في المباراه اللي فازها الاتحاد في اول مباراه لمحمد عمر. 3 نقاط كانوا مهمين جدا. المباراه الثانيه يمكن محمد عمر عشان برضك يتعرف بالناس، يتعرف باللاعبين، عمل معسكر في القاهره لمده 5 ايام، قفل على اللعيبه بشكل جيد جدا. كان شعار هذا المعسكر ان احنا المباراه القادمه لازم نكسب من خلالها، لان وضع الاتحاد وشكله في جدول المسابقه وضع مخيف ومقلق جدا لسيدي البلد ونادي الاتحاد، النادي العريق اللي طلع نجوم كبار لمنتخب مصر، بوبو ومحمد عمر ولعيب اوجارم وعادل البابلي ورزق نصار وكابتن شحته. فصعب وضع الجدول لمحمد بالنسبه لموقف نادي الاتحاد في المركز ال 14، لعب 25 مباراه، فاز في 5 مباريات من 25، وده يعني قليل قوي على النادي الاتحاد، يعني 5 مباريات من 25 فوز. فانا شايف ان ده يعني قليل جدا. ده كابتن هدف رائع الصراحه، يعني في الدقيقه 62 يعني اعتقد ان انت بتتكلم عليه
يعني كان بدايه مميزه الحفاظ طبعا. بقى امام ام بي طبعا فريق يعني فريق مميز طبعا. هو مش في حالته الطبيعيه ام بي ولكن طبعا. في المركز السابع الى حد ما ام بي مطمن في وجوده في الدوري بالظبط محمد كان محتاج الثلاث نقاط دول هم النادي الاتحاد ده الهدف اللي خلد الغندور ويمكن الاتحاد بادر بال بالهجوم على على ام بي كره ثابته يعني الحفاظ نفسه على كورنر وبعدين طبعا دبل كيك من اجمل الكرات الخلفيه اللي بتتلعب محمد على المرمى للمهاجمين بيبقى ليها شكل وبيبقى ليها طعم جميل خالد الغندور عمل يعني ضربه خلفيه جميله كانت مفاجاه بالنسبه طبعا لدفاع ام بي وبالنسبه لحارس المرمى اللي كان متقدم عشان يقدر يطلع بالبوكس نلعب الكره لكن ما لحقش طبعا ام بي من خلال خالد متولي صحيح استاذنك يا كابتن احنا هنرجع لمباراه الاتحاد مره ثانيه ان واضح ان في خطا حته الحفاظ على هذه المباراه لنادي الاتحاد ما كانتش موجوده من خلال تواجد اللاعبين بشكل جيد طبعا لازم نبارك لبتروجيت النهارده وفوزه على فريق طلائع الجيش كابتن طارق يحيى طبعا المدير الفني لفريق بتروجيت كابتن طارق مساء الخير على حضرتك كابتن حبيبي يا فاروق ازيك يا باشا تحياتك لينا وقناه الاهلي وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن ماهر همام متواجدين بيسلموا على حضرتك كتير كابتن طارق كباتن مصر كابتن ماهر مبروك مبروك يا حبيبي مبروك المباراه مبروك يا طارق مبروك ثلاث نقاط الله يبارك فيك يا شريف الله يخليك يا حبيبي مبروك كده مبروك كابتن يمكن مباراه النهارده صعوبتها ان انتوا ممكن بتنافسوا على مركزين يعني حضرتك النهارده بفوز النهارده وجودك بقيت في المركز التاسع طلع الجيش رجع او يعني احتل مكانك اللي كنت فيه قبل كده في المركز العاشر فبالتالي انتوا اثنين منافسين النهارده فالفوز كان بالنسبه لفريق بتروجيت كان مهم يا كابتن طارق اكيد يا كابتن فاروق انت بتتكلم في 6 بونت يعني ماتش النهارده ده 6 بونت وانا قلت للاولاد ان احنا بنلعب ماتش النهارده ب 6 بونت مش بثلاثه لان طلائع الجيش فوقيك ببونت لو انت كسبت هتبقى انت فوقيه ببونتين ولو هو كسبك هو بعد خلاص عنك وبقى 35 وبالنسبه له الامور فهي ماتش النهارده مباراه ب 6 بونت مش ب 3 بونت فالحمد لله الولاد ادوها بشكل كويس وقدرنا ان احنا الحمد لله ناخد 3 بونت في منتهى الاهميه بالنسبه لنا لان احنا يعني ده مش مكانه بتروجيت خالص صحيح طول عمرها فرقه كويسه وفرقه كبيره وفرقه يعني بيخافها فرقه كبيره يعني فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا ناخد 3 بونت في منتهى الاهميه بشكر الولاد على ادائهم النهارده اداء كويس قوي حتى وانت حتى لو لما الماتش ضاع منك لما تعادلنا 1-1 لما كنا كسبانين وتعادلوا معانا في طلع جيش ما فيش يأس وضغطنا وجبنا جون تاني وضيعنا جون تالت على فكره. فالحمد لله يا فاروق يعني مبروك يا كابتن ولكن كابتن طارق خليني اسالك سؤال هل في تخوف كابتن طارق ان الامور مش بعيده يعني ما بين حتى وادي دجله لحد يعني المركز الثامن اللي فيه مقاولين العرب كابتن مش بعيده برضه هل في تخوف كابتن طارق؟ لا بص هو انا في اعتقادي يا رؤى اللي بيجيب 36 بونت خلاص بقى في الامان يعني يعني مش هيبص خالص لتحت لان لو انت شفت كام مباراه باقيه هتلاقي 9 مباريات للفرق ما لعبتش و8 للفرق اللي لعبت النهارده امبارح التسع مباريات دول هو مش هيقدر اخر فرقه مثلا طنطا هنقول انها تاخد 10 بونت مثلا هنقول 11 بونت هتبقى 34 هو اللي يجيب 35 36 اعتقد الامور يبقى متواجد خلاص يبقى متواجد بس احنا ما بنلعبش على كده احنا بنلعب انت عندك المباراه القادمه كمان يا كابتن مصر مخاصه مباراه صعبه تقريبا يعني بالنسبه ل الماتشات كلها ماتشات صعبه الماتشات كلها ماتشات صعبه يعني ماتش الزمالك اللي فات كان صعب وماتش النهارده صعب وماتش اللي جاي اصعب كل ما بتعدي عدد ماتشات او كل عدد الماتشات ما بيقل كل ما الصعوبه بتزيد صحيح صحيح وتاكيد لازم يزيد بشكل كبير يعني صحيح لكن طبعا المباراه الحمد لله يمكن عوضتنا شويه في ماتش الزمالك اللي فات يعني برده ماتش ما كانش على المستوى اللي انا كنت بامله الاولاد كانوا يعني فاصلين شويه لكن بقول الحمد لله عوضونا بشكل كبير ماتش الزمالك ان شاء الله يا كابتن بالتوفيق يا كابتن طارق ومبروك واكيد بتروجيت مش دي مكانته فعلا ان يعني هو فريق بتروجيت دائما مميز واعتقد ما في ظل وجود حضرتك في الجهاز الفني الامور هتبقى ماشيه في شكل مميز كابتن طارق طبعا المدير الفني لفريق بتروجيت مبروك فوزه على طلائع الجيش واحتلاله المركز التاسع واحتلال الهزيمه دي للمركز العاشر بشكرك كابتن طارق كمان كنا بنكمل كلامنا على فريق الاتحاد وطبعا الى هذه الجزئيه الكابتن شريف برضه بيتكلم على مباراه الاتحاد وام بي اتفضل يا كابتن كان يهم الاتحاد زي ما قلنا عشان يهرب بس من المركز ال 14 ان هو يكسب بامبي ويحصل على الثلاث نقاط لان موقفه صعب يعني 26 نقطه
بالنسبه للاتحاد هو موجود في المكانه دي مع النقصه ويمكن وادي دجله، الثلاثه بينافسوا بشكل كبير جدا على الهروب من الثلاث فرق طنطا والرجاء والنصر على اساس نبعدوا عنهم بشكل كبير. زي ما انت قلت يا فاروق ان انبي ما عرفش يحافظ على الاتحاد، اسف الاتحاد ما عرفش يحافظ على الهدف اللي جابه دي 64 يعني تقريبا فاضل يعني كان ربع ساعه ثلث ساعه على يعني انت كان ممكن يكون محمد عمر له رؤيه تاني في حته انك انت خلاص انت عديت كسب اول ماتش وده الدرون كسب اول مباراه كويس هو لكن نقطه مش كان ما كانش بيكسب حاجه خالص بالظبط حبيبك حبيب قلبي لكن كان يهمه شريف ان محمد عمر يكسب المباراه الثانيه على التوالي بتديله ثقه اكتر هو ولاعبته بس هو بيلعب فرقه برضه انت عارف يعني انك انت لما بيبقى في تغيير ما بيلعبش تغيير والله فني المدير برضه دي فرقه كل الفرق دلوقتي زي ما قال كابتن طارق يحيى نفس المبدا كل المباريات فيها صعوبه وبعدين انبي برضه كسبان المباراه اللي قبل كده فواخد ثلاث نقاط برضه مع جهاز كده ما خالد متولي هو الماتشات هتمشي درون بس ما تغلبوش المباراه في اسكندريه كان يهمه ان هو ما يخسرش هذه المباراه لو ما قدرش يكسب ياخد النتيجه الثانيه اللي هي التعادل فانا شايف يا محمد ان كانت نتيجه عادله بالنسبه للفرقتين لكن انا بقول لك على وضع الاتحاد على الجدول ما ينفعش محتاج ان هو يكسب المباريات القادمه دايما النادي الاتحاد على الحروق كده دي حاجه ينفعش يا كابتن فاروق الرجاء طنطا النصر بقى ما دام احنا قلنا الاتحاد كابتن محمد عمر طبعا طبعا يعني نجم نادي الاتحاد وكابتن جميل وشخصيه جميله جدا كابتن محمد عمر مساء الخير عليك يا كابتن مساء الخير يا محمد و تحياتي ليك الحبايب والكباتن الكبار كابتن ماهر وكابتن شريف كابتن عمر الحمد لله على السلامه وحشني والله ربنا يوحشنا جدا بالتوفيق ان شاء الله فرحانين ان انت معانا النهارده وبنبارك لك على اول مباراه وبرضه مبروك على مباراه انبي الحمد لله الحقيقه كابتن عمر انجاز يعني في الحقيقه كابتن عمر انت كنت معايا في حلقه هنا كنا مع بعض تتذكرها طبعا دائما كنت بكلمك انت واحد من المديرين الفنيين واولاد نادي الاتحاد اللي وقت ما نادي الاتحاد بيناديك بتسيب اي مكان وبترجع طبعا عشان طبعا تبقى متواجد وبتلبي النداء دايما وده حصل في هذه المره وحصل مرات عديده قبل كده يا كابتن لكن الموقف المره دي النادي الاتحاد صعب جدا وحضرتك قبلت هذه المسؤوليه بالرغم ان انت كنت زعلان على فكره فاكر انت طبعا يا كابتن عمر لكن هو دي شمات الرجاله كابتن وشمات اولاد النادي دايما زي ما احنا بنتكلم لكن موقف الاتحاد في التوقيت ده صعب جدا يا كابتن عمر يعني مباراه الامس كمان يعني برضو بتزود صعوبه ولا انت شايفها النقطه دي يعني في صالحك كابتن عمر لا هو طبعا يا كابتن محمد يعني الموقف صعب يعني كل مره كان الموقف بيبقى صعب يمكن المره دي في عدد كبير شويه من المباريات حوالي 9 مباريات باقيه وبالتالي يعني زي نقطتين امبارح ممكن يبقى في تعويض في بعض المباريات اللي جايه لكن يعني امبارح الحقيقه نقطتين كانوا مهمين جدا جدا على الاقل كانوا يحسنوا وضعنا في الجدول ويحسنوا من الحاله المعنويه عند اللعيبه يعني صحيح كانت شيء مهم جدا كنت هتبقى 28 نقطه كابتن كنت بالظبط كده وعندنا مباراه لسه مؤجله بتاعت المصري يعني. صحيح صحيح فلكن هو بقول الحمد لله يمكن في بعض الامور يعني صعب جدا الواحد يتكلم فيها دلوقتي اكيد في ايجابيات وفي سلبيات في بعض الامور عايزه تتعالج الوقت مش متاح بالنسبه لنا ده يمكن يخلي الخطا متكرر والوقت ضيق ان احنا نعالج بعض هذه الاخطاء يعني لكن اعتقد مع الوقت ان شاء الله الامور باذن الله تتحسن بشكل افضل وان شاء الله نعدي انت عارف يا كابتن قد ايه محبه النادي الاتحاد اكيد طبعا ويمكن هي زي ما بتقول كده الموضوع متكرر وكنت لسه بقول على الحركرك دايما وجزئيه حته الاستقرار الفني مهم جدا جدا يا كابتن عمر وده اللي ما حصلش في نادي الاتحاد من بدايه الموسم بتشوفه سبب يا كابتن ولا انا غلطان؟ لا ده سبب رئيسي ويمكن كنت بتكلم مع بعض اعضاء مجلس الاداره عندنا قلت لهم السبب الرئيسي في ان احنا وصلنا لهذه المرحله هو تكرار تغيير المدربين حتى يمكن علقت على الكابتن هاني رمزي بالتحديد قلت كان انا من وجهه نظري الشخصيه والاستاذ محمد مصلح رئيس النادي معايا في هذا الموضوع بيأيدني قلت لهم كانت غلطه ان هاني يمشي بعد 7 مباريات وجاب 7 نقط قلت لهم معقول يعني مقبول في البدايه كان بدري قوي انه يمشي وانا ما اعرفش هو مشي ليه او غيروا ليه يعني فدي كانت بدايه الخطا وبعد كده بقى في تكرار في التغيير وبالتالي اثر على مستويات اللعيبه رغم ان النادي فيه
مجموعه لعيبه كويسه جدا يا كابتن. حقيقي يا كابتن. انت عارف كل مدرب جاي بمدرسه مختلفه وشغل مختلف، وبالتالي الحقيقه بقت الامور مش واضحه يعني. طب هكلمك على المرحله الجايه يا كابتن محمد، يمكن المباراه القادمه بالنسبه لفريق الاتحاد هيكون تقريبا عندكم مين يا كابتن؟ معلش انا بس طنطا. يعني حس كابتن محمد عمر، انت قلت لي ان في بعض المباريات او لسه في وقت من المباريات نقدر نحسن وضع الاتحاد، ولكن كابتن محمد عمر دايما بيبقى عنده الاحساس والاصرار قوي. المفروض الفتره الجايه بقى اللي انتوا تعملوه يا كابتن بالنسبه بقى لعلاج الاخطاء، واعتقد ان الهدف اللي جه في نادي الاتحاد خطا كان المفروض يعني ما يحصلش في ظل حرصكم التام على الثلاث نقاط يا كابتن. دي حقيقة فعلا، لكن هو في النهاية يمكن أنا قلت خطأ متكرر تكرر في مباراة الداخلية اللي قبل إنبي برضو في توقيت، وجي هدف في هذا التوقيت، تكرر في مباراة كتيرة قبل ما نيجي إحنا نتولى المسؤولية. إذا هنا في حاجة لازم تتعالج يعني. الوقت مش ساعفني يا كابتن محمد، أعتقد في معسكر المنتخب اللي جاي يبقى في فترة زمنية حوالي أسبوعين أو أكثر شوية، اعتقد ممكن في الفترة دي نقدر نفكر بشكل مختلف ان شاء الله، ولو في سلبيات نقدر نعالجها قدر الامكان. والله كابتن بالتوفيق ليك. كابتن عمر شخصية محترمة قوي وشخصية جميلة ومدير فني، انا تحت كنت يعني موجود مع كابتن محمد عمر، وقد ايه هو يعني متفاني جدا مع نادي الاتحاد ده كابتن ماهر. طبعا شريف يعني عمر نفسيا كمان. عمر نفسيا طبعا لعيبه يعني عندها ثقة كبيرة جدا في قيادتك والمجموعة اللي موجودة معاك ونور، وانتم مجموعه من ابناء النادي المخلصين اللي ضحيتوا بكل ما تملكوه خلال الفتره السابقه، حتى طبعا النداء اللي اتعمل لنادي الاتحاد محمد عمر. انا عارف انك انت يعني سبت المكان اللي موجود فيه، ويمكن كان في توفيق من ربنا بشكل كبير، لكن طبعا ده ناديك نادي الاتحاد اللي احنا كلنا بنحبه. نتمنى يا كابتن عمر ان شاء الله التسع مباريات اللي جايين يعني يبقى نادي الاتحاد يبعد عن المكانه ديت بشكل كبير، ويبقى يمكن في الاماكن اللي فيها الدفء كده الثامن التاسع، وانت عندك ثقه كبيره جدا في اولادك، واحنا عندنا ثقه فيك بشكل كبير. نتمنى لك التوفيق يا كابتن عمر ان شاء الله. شكر جدا يا كابتن ماهر، الف شكر. كابتن عمر منور طبعا قناه الاهلي ومتشكرين، وان شاء الله كل التوفيق لك كابتن محمد فريق الاتحاد اللي احنا يعني ما بنتخيلش صراحه الدوري الممتاز من غير الاتحاد. طبعا بشكرك كابتن عمر. طبعا احنا طبعا مبسوطين، وانا اطمنت دلوقتي. فاكر احنا ما كنا كلمنا الاستاذ محمد مصلح انا وانت وجبناه على التليفون، قال له لا انتوا رايحين فين؟ انت ابتديت تقلقنا يعني. في نوادي ما عندهاش الامكانيات زي الرجاء وطنطا والنصر ان هم يكونوا موجودين، يعني بيحاربوا ان هم يكونوا موجودين. وبعدين حظهم بيبقى في القرعه بتاعت الدوري ان فرقه زي النصر تقابل الاهلي، بتروح جايه مقابله الزمالك، يعني بتخش في حوائط جامده وصلبه بالبدايه، ما تبقاش تديها فرصه ان هي تاخد اكسجين او نقاط او ايه. ففرقه الاتحاد خلاص عرفت طريق الشبكه وعرفت طريق الفوز، ويمكن محمد عمر قدر نفسيا يتعامل مع الاولاد غير الراجل الاجنبي اللي كان موجود، اللي هو حتى شغله اللي هو كان فاتح الملعب على طول ومفيش توازن دفاعي هجومي مفيش اي حاجه. محمد عمر بيتكلم دلوقتي على كره، يعني ايه لعيب بينط من عندي تتاخد منه الكره وتتعمل ثرو بين اثنين ثلاثه عشان واحد يضيقها سهله يعملها ببطن رجله جوه الجون، فدي حاجات طبعا ممنوعات في اي فرقه خصوصا الفرقه اللي هي شيمه الاتحاد او الفرقه الكبيره. طيب يمكن ده بالنسبه للاتحاد. خليني بس اروح لفاصل كابتن شريف ونرجع نكمل كلامنا عن المباريات. يعني عندنا مباراه النصر والزمالك، وكان فوز لنادي الزمالك صعب على فريق النصر. ايضا نشوف الاسبوع 26 ايه اللي حصل فيه. طبعا هنتكلم على مباراه الغد، مباراه الاهلي والانتاج الحربي. ما هي كابتن شريف، خلينا واحنا بنتكلم على الاسبوع 26 اتكلمنا على مباراه الاتحاد وامبي، واكيد يعني كانت حاجه فريق الاتحاد السكندري اللي هي الثلاث نقاط، لكن طبعا هو بيلعب فريق قوي، فريق الى حد ما مستقر بشكل كبير، وفريق امبي وفي المركز السابع بعد هذه النتيجه. لكن خلينا نروح لمباراه النصر والزمالك، وفوز الزمالك على النصر واحتلاله المركز الثاني بفارق نقطتين عن فريق الاسماعيلي، ولاول مره فريق نادي الزمالك بيبقى وصيف او بيبقى متواجد في المركز الثاني هذا الموسم. يمكن النصر كان لسه ملاعب الاهلي، والنادي الاهلي فاز بنتيجه كبيره على فريق النصر، فبالتالي كانت الناس متوقعه بشكل ما هو ان ايضا فريق النصر يقع
بشكل كبير امام نادي الزمالك اللي هو حظه وحش طبعا ان هو يلعب الاهلي ثم الزمالك في اسبوع او يعني في نفس الوقت صح. فبالتالي كانت امور صعبه على فريق النصر، لكن قدر فريق النصر ان هو يبقى منافس قوي امام نادي الزمالك. يا تمام، بص فريقهم عملوا مباراه جيده، يعني مستواها كان جيد بالنسبه للنصر، لكن الزمالك كان ما عندهوش غير البديل غير الفوز. خلال الفترة اللي فاتت ديت إيهاب جلال محتاج الفوز ده معنويا هو ولعبته، فكان إيهاب بيلعب خلال المباراة السابقة على أنه كل مباراة بالنسبة له ثلاث نقاط. المكان اللي وصل له نادي الزمالك اللي هو المركز الثاني ده الطبيعي بالنسبة له، إحنا عارفين أن نادي الزمالك، يعني إحنا من خلال الأسابيع الماضية عارفين أن نادي الزمالك جاي، وده المكان الطبيعي لنادي الزمالك ان هو اللي هو اللي ورا النادي الاهلي اللي بينافس النادي الاهلي بشكل كبير جدا لاجل طبعا تاريخه من خلال بطولاته الافريقيه المحليه العربيه. نادي الزمالك بيعتبر هو النادي الاهلي قطبي الكره المصريه في جمهوريه مصر العربيه. ايهاب جلال كان عنده جرأه وكان عنده تحدي جواه ان هو يروح نادي الزمالك بالظروف الصعبه اللي كان بيمر بيها نادي الزمالك. انا بحيي ايهاب من خلال الشجاعه دي. ايهاب من المدربين اللي احنا شفناهم من خلال الثلاث سنوات السابقه مع نادي المقصه كان بيمثل الحصان الاسود، قدر يعمل معاهم نتائج ايجابيه، قدر يوصل للمركز الثاني، يمكن في بعض الفترات كان المركز الاول بالنسبه له في الدور الاولاني، وبعد كده طبعا لما النادي الاهلي بدا يجي تراجع للمركز الثاني. ايهاب قدر يعمل نجوم، احنا شفناهم الشيخ يمكن وهشام، ويعني لعيبه من اللعيبه على فكره يعني المميزه. كلام كابتن ايهاب مصر خاصه خرج من بطوله افريقيا ابطال الدوري وكان في افريقيا كمان موصل ليهم، هم خرجوا خلاص بشكل جيد، ويمكن نادي المقصه بيحمل بشكل كبير ايهاب بيعاني بشكل كبير نادي المقصه بصراحه، يعني بعد تغيير الاجهزه الفنيه محمد بعد ايهاب حصل نوع من الضرب بشكل جيد، وبعض اللعيبه كمان رحلت فاثرت بشكل كبير على نادي المقصه. لكن بقول لك مع نادي الزمالك ايهاب جاي، ايهاب نفسيا ومعنويا تحس انه شخصيه بيقرب اللعيبه من خلاله، اللعيبه بتحبه، اتعامل مع معظم اللعيبه اللي موجودين في نادي الزمالك من خلال الانديه اللي هو تولى تدريبها. عنده اسلوب في اللعب في توازن في الدفاع بشكل جيد، عنده انطلاقه للهجوم، بيحب الجانب الهجوم، بيحب الجمل الهجوميه بشكل واضح. نادي الزمالك الثلاث نقاط اللي هو حصل عليهم في مباراه النصر انا شايف معنويا بشكل جيد. هو يمكن اتكلم قال يمكن الاداء مش هيرتقي بالشكل اللي الناس عايزاه او اللي جمهور الزمالك مستنيه، لكن مع مرور المباريات ومع مرور الوقت هيرجع نادي الزمالك لمكانته الطبيعيه. هو بيحاول يعمل توليفه من اللعيبه ويثبت الفريق بشكل جيد. هو قدر ان هو من خلال الفتره اللي فاتت ديت عنده مجاميع بيشتغل من خلالها، واحنا شفنا في مباراه بتروجيت بالذات يا محمد كانت الاطراف عامله شغل كبير جدا، واضح ان هو بدا يحط ايديه على الجانب التكتيكي. من ناحيه اليمين عنده النقاز وعنده عبد الله جمعه، من ناحيه الشمال عنده جبل الشمال معروف وعنتر، عنده كاسونج وكراس حربه بدا ياخد الثقه، بدا يستعيد نشاطه مره ثانيه زي ما احنا شفناه في مع الاتحاد بيحرز الاهداف، بدا ياخد الثقه دي من خلال ايهاب، بدا يجيب في كل مباراه جول. عنده ايمن حفني ويمكن ده اللي كان ناقصه في نص الملعب، هو عايز حد خبره يقدر يربط بين الدفاع ويربط بين الهجوم زي عبد الله السعيد كده في النادي الاهلي، بلاي ميكر، فوتبولر. ايمن حفني عنده المواصفات دي. وجود ايمن في خلال المباراتين اللي فاتوا عمل نوع من التوازن، عمل نوع من الربط بين لعيبه نادي الزمالك من ناحيه خط الظهر ومن ناحيه نص الملعب ومن ناحيه المهاجمين. عنده ثلاثي في نص الملعب انا شايف ان ثلاثي متميز من ناحيه الدفاع ومن ناحيه الهجوم. محمود عبد العزيز انا شايف انه صفقه جميله جدا، صفقه مكسب لنادي الزمالك، العائد من نادي سموحه او اللي استخدموه من نادي سموحه. عنده عماد فتحي بردك من اللعيبه الاقوياء، هو عارفه كمان لانه كان ابن من ابنائه في المقصه. طارق حامد بيمثل طبعا التوازن في خط نص ملعب نادي الزمالك. عايز اقول محمد ان نادي الزمالك جاي بشكل كبير. طبعا سيد عيد نادي النصر بنحييه، ضربتين في الدماغ بتوجع، خمس اهداف في مباراه الاهلي
يعني مع الرقفه يوقعوا اي حد، وبعدين بيروح بعديها بثلاث ايام مع نادي الزمالك يعني الوصيف واللي بينافس النادي الاهلي على بطوله الدوري وعلى المركز الاول. لكن نادي النصر ظهر بشكل جيد يعني بشكل مميز، تحس كده ان خطوط الثلاثه قريبه من بعض، تحس ان نادي النصر عايز يعمل حاجه مع نادي الزمالك، ويمكن ده اللي حصل. جات لهم جرأه هجوميه من بدايه المباراه، وان هم يقدروا ياخدوا ضربه جزاء يتصدى لها ميدو هداف الفريق، والنادي الزمالك هو بقى اللي يحاول يلحق نادي النصر انه يعوض وان يجيب جول مباراه التعادل ثم مباراه المكسب عشان تخرج النتيجه 2-1. طبعا هو اللي احرز الهدف، هو والونش هدفين الفوز بالنسبه لنادي الزمالك. كابتن شريف، رؤيتك للمباراه، ويمكن النادي النصر الصراحه انا بحترمه لان هو صعب يعني ما هبش حته ان بلعب فريق كبير ولسه خسران 5 زي ما كنا بنتكلم كده مع كابتن ماهر، يعني اعتقد ان يحترم ما هذا الفريق امام فريق نادي الزمالك الفريق الكبير. هي المشكله مش في فرقه النصر ولا هي المشكله فرقه نادي الزمالك. نادي الزمالك بعد ما تولى المهمه ايهاب جلال كان مباراه الزمالك الاهلي اول مباراه. احنا الحقيقه شفنا الزمالك يومها عايز واتغلب 3 وكان ممكن يتغلب اكتر، انما شفنا شكل يبشر بالخير ان الفرقه دي، وعن طريق ايمن حفني كان يومها والناحيه اليمين كلها كانت بتشتغل. احنا قلنا يعني من الخبره بتاعت ايهاب جلال او وجوده زي ما قلنا عليه مع المقص او مع انبي او 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 عنده شيء من الخططي نقدر يترجم اي توليفه او اي لعيبه تحت ايده يوصلها مفهوم ازاي يبقوا موجودين في الملعب، وخاصه الفرق الكبيره وخاصه التدعيمات اللي بتبقى في الفرق الكبيره مع التغييرات الشتويه والدعم الفني اللي حصل وكان فيقدر يرجع بنادي الزمالك تاني. انما انا عايز اقول لك على حاجه، ما زلنا بنتفرج على نادي الزمالك ب يعني حاجات انفراديه، يعني مش شايف لسه الكره الجماعيه دي موجوده خالص في نادي الزمالك. كل لعيب عايز ينزل، لسه ما اكتملتش هذه الجزئيه يا كابتن. لا هو ما اكتملتش، وكل لعيب عايز ينزل للمدير الفني وللجماهير ولمجلس الاداره يثبت ان هو صاحب الفوز، يثبت ان هو قادر على انه نادي الزمالك يعتمد عليه، ان هو لو في تدعيمات صغيره جنبي كده انا اقدر اجيب اجوال وانا اقدر بس عايز اشتغل مكان. حاجات كلها فرديه، حتى عنتر وهو داخل واحنا بنقول عليه انت بتقول على محمود عبد العزيز واتفرجت انا عليه امبارح لعيب كويس وعنده، بس ازاي انا اخلي اللعيبه بتاعتي الكرة هي اللي تجري مش هم اللي يجروا؟ ازاي ما ارحم اللعيبه كلها بفكري انا كجهاز فني ان اللعيبه دي تلاقي نفسها 90 دقيقه؟ انا ما ينفعش بلعب النصر والنصر في اخر دقيقه ولا في اخر 5 دقايق هو اللي ليدنج عليا وهو اللي راح يجيب جولين وهو اللي راح يعوض وهو اللي ممكن كان يعملك مشكله كبيره جدا مع فرقه قبل كده النادي الاهلي فرقه كبيره كسبها 5 وكان ممكن يخسر 8. ده الوضع الطبيعي، ان السيكولوجيه بتاعه النادي الاهلي والطبع بتاع النادي الاهلي دلوقتي ان هم لقوا اسلوب اللعب الجيد، ان هي الكره هي اللي اللعيبه بتلاعب بعض، اللعيبه بتحرك بعض، الخطوط بتطلع مع بعض. ده انا مش لاقيه في نادي الزمالك خالص. اقول لك على حاجه، قلت الزمالك بيعود وبقى في المركز الثاني مع غيابات لماتشات للاسماعيلي والمصري، يعني لسه المصري ليه ماتشين والاسماعيلي ليه ماتش عشان دي كلها بناط احنا بنتكلم عنها. هو الزمالك دلوقتي مش في المركز الثاني، انا بعتبرش ان هو في المركز الثاني. على الزمالك ان يفوز على الاسماعيلي. طيب قبل ما تقول الزمالك بس عشان معايا تليفون يا كابتن، هنتكلم في الجزئيه دي. الزمالك يفوز الفتره القادمه دي مهمه جدا ان انت بتقول الروشته بالنسبه لنادي الزمالك. خليني بس عشان جزئيه نادي النصر احنا بنتكلم عليه والشكل اللي كان فيه في مباراه الامس امام نادي الزمالك، معايا على الهاتف كابتن عبد العاطي السيد المدرب العام لفريق نادي النصر. كابتن عاطي مساء الخير عليه. الو هذه ليك. ايوه ازيك كابتن منور. ازيك يا حبيبي، ازيك كابتن محمد، ازيك ليك استفاء مني وكابتن مرمان. اهلا بيك كابتن. يمكن مباراه يمكن كنتوا لسه خارجين، كنا بنتكلم على مباراه الاهلي ثم مباراه امام نادي الزمالك، يعني فريقين كبار يعني، ولكن الوضع مختلف في اداء نادي النصر امس يا كابتن. والله هو طبعا انت طبعا حضرتك لعبت المباراه دي، انت صعب جدا ان انت تلعب اهلي وزمالك ورا بعض ماتشين سؤال، فعلا بتخرج الماتش يعني مجهد وعامل مجهود كبير جدا، وطبعا بيبقى فيه حمل بدني وحمل ذهني عالي جدا. صحيح. والفتره الزمنيه ما بين المباراتين يومين فكانت فتره قصيره جدا. طبعا نادي النصر مر بظروف صعبه جدا قبل من بقاله فتره، حوالي 10 لعيبه غيابات ما بين 4 لعيبه عاملين عمليات واصابات مختلفه واخفاض. اضطرونا ندافع بعدد من اللعيبه الصغيره مواليد 99. واضح على اشكالهم يا كابتن امبارح، الوش بتاعهم باين اللعيبه الصغيره. واضح فعلا. ايوه طبعا. والحمد لله طبعا ماتش الاهلي ماتش تقيل،
النادي الاهلي معروف عنده طبعا من الفرق اللي ما بيتمكن من المباراه ما بيكتفيش يعني يقدر يكسب واحد واثنين وثلاثه وخمسه فدي حصل في ماتش الاهلي طبعا كان في بعض الاخطاء مننا ادت الى ان احنا نتغلب النتيجه دي لكن طبعا ماتش الزمالك كان سيد قاعد مع اللعيبه وحاول يشيل الضغوط من عليهم وقال لهم انا متحمل نتيجه المباراه انا مش عايزك تحط نفسك تحت ضغط وحبينا نخف الحمل العصبي عليهم شويه فالحمد لله عملنا مباراه كويسه وكنا فايتين 1-0 وكان في ضربه جزاء مثالي كانت ممكن تتحسب الثانيه لكن الحمد لله في المجمل اللعيبه الصغيره والمجموعه الصغيرين دول فالمجمل يعني الحمد لله احنا راضيين يعني على الاداء بتاعهم ده. طيب يمكن يا كابتن مباراه الامس واضح صعوبه المباراه وين حته الحمل او الحاله النفسيه انتوا شلتوها خالص من على اللاعبين وده اللي واضح من خلال الماتش. الفتره القادمه بالنسبه لفريق نادي النصر كابتن عبد العاطي يعني بتفكروا فيها ازاي؟ يمكن تاكد بشكل كبير عدم وجود نادي النصر في الدوري الممتاز السنه الجايه. الفتره القادمه بالنسبه لكابتن سيد العيد وحضراتكم في الجهاز الفني بتتكلموا بقى مع ازاي مع اللعيبه وبتجهزوا لايه يعني؟ والله حته تاكد دي مش تاكد هي طبعا الموقف صعب ولكن تاكيد لما يكون بشكل رسمي لان طبعا احنا لو اتكلمنا اللعيبه بالشكل اللي احنا تاكد الهبوط فاحنا انا بحييك على الجزئيه دي يا كابتن بحييك طبعا على لا انا بحييك طبعا على لسه عندك ال 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 احنا عندنا اسرار احنا بنلعب امل ما دام في امل هنلعب لغايه اخر دقيقه ف لما نادي النصر يهبط رسميا خلاص تبقى احنا اللي عملنا اللي علينا واحنا هنحيي برضه اللعيبه لعيبه صغيره جدا لعيبه احنا بنشترك في الامكانيات طبعا يعني دون المستوى الممتاز فطبعا نادينا امكانياته قليله وانت حضرتك عارف الكلام ده فبرضه لو تاكد وجود نادي النصر احنا هنحيي اللعيبه وهنقول احنا اشتغلنا وحاولنا لكن ما فيش توفيق وهنحاول تاني ونشتغل تاني ودي كره القدم يعني مستمره فطبعا احنا برضه من جانب اخر احنا شغالين في جانب تسويقي للعيبه يعني النهارده في يناير اسلام البيع في عندنا كم عنصر من اللعيبه كويس جدا فهنشتغل في الجانب التسويقي جدا يعني. طب في ليكم كابتن كان امبارح كان في ضربه جزاء كابتن انتوا شايفينها لصالحكم ما حسيتش؟ والله مش انا اللي شايفها ده الناس كلها شافتها وانا سمعت يعني احد الاصدقاء قال لي ان كابتن فاروق جعفر محللها ضربه جزاء واضحه يمكن اوضح من الضربه اللي اتحسبت يعني. لكن طبعا مش عارف انا بقول ما هل مصطلحات الناس تحسب على نادي الزمالك ضربتين جزاء في واحد مش عارف يعني. هنسيبها للتحكيم يا هنتكلم كمان في الجزئيه دي كباتن هنا معانا في الاستوديو على جزئيه التحكيم وبعض الحاجات اللي ممكن تبقى واضحه جدا وما بتتحسبش لكن كابتن انا بشكرك كابتن عبد العاطي وبالتوفيق ليكم يعني واحييك طبعا على اصراركم لسه ان انتوا بتفكروا ان في امل بشكل كبير ولكن من وجهه نظري انا الشخصيه كلاعب لعبت في الدوري الممتاز وبنشوف يعني الجدول الدوري وهو رايح لفين واضح صعوبه موقف النصر بشكل كبير في مركز 18 14 نقطه من 26 مباراه خاضها نادي النصر فاز في مباراتين فقط تعادل في 8 وخسر في 16 مباراه وضع صعب كابتن شريف يعني ويحيى طبعا كابتن عبد العاطي والجهاز الفني ودكتور عمرو عبد الحق طبعا رئيس النادي ان هم لسه بيحاولوا ولسه بيفكروا في التواجد في الدوري الممتاز. هو انا عايز اقول لك على حاجه احنا كنا بنديهم ميزه واحده بس ان هم في الدوري بيلعبوا اوبن جيم يعني مفتوحين الصراحه صحيح عايزين يروحوا يجيبوا ثلاث اجوان يخش فيهم جولين عايزين يخشوا يجيبوا جولين ويخش فيهم ثلاثه ما هو انك بتلعب كوره على قد الكلام اللي قاله عبد العاطي الامكانيات هم الامكانيات المتاحه ليهم مش زي كل الفرق يعني حتى طنطا دي بلد انا اقدر زي المحله كده المحله طنطا الاتحاد اسماعيلي المصري دول بلاد ولاده بلعيبه هنقدر نطلع منها الخامه انما نادي النصر فريق نادي رياضي صحيح ليه سمعه كبيره قبل كده كابتن محمود الخطيب من نادي النصر يعني مش هقول لك وحيد كامل من نادي النصر في بيفرغ كان انما ما عندوش الامكانيات دلوقتي اللي هي تواكب السرعه في اللعيبه اللي موجوده الفلوس الحاجات دي انك انت تبقى واقف على رجلك وتحاسب انت تقول لي سيد عيد شكرا طلع شباب جديد جرب الناحيه الثانيه وقف لي فرقه عاديه وما تعرفش يجوز فرقه النصر دي تفاجئك وزي ما فاجئونا النصر دي مش كسبت مقاصه بعد المقاصه ما كسبت النادي الاهلي يعني في حاجات بتحصل في الكوره يعني لوغاريتمات يعني ما بنعرفهاش حاله الفرقه اللي قدامي شكلها ايه احنا ده اللي ما نعرفه تعال نرجع عندهم انتاج الحرب كنت عايز تقول حاجه على لنادي الزمالك عايز اتكلم على جزئيه التحكيم بعد ما تخلص عايزين نتكلم على الزمالك ده اللي هو روشيتا مش روشيتا
انت نادي الزمالك لازم تكسب كل المباريات اللي جايه لك كلها، ما عندوش حاجه ثانيه خالص. مش مطلوب منك الاداء على فكره، مطلوب منك ان انت تعمل التوازن الدفاعي الاول، ان انت مش زي امبارح كده ابص ان انت معرض في اي وقت ان انت تتخطف منك بنطين. ما ينفعش، لازم انت بتقولوا لي على ايهاب جلال ان هو يملك ويملك 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 كمان الرؤيه في الملعب، مش الاسم، الامكانيات اللي تحت ايدك ايه هتوظفها ازاي. انت زمان كنت اما مسك امبي كان بيلعبنا 3 4 3 وكلنا قعدنا في الاستوديو قلنا ايه، مش ممكن حد يلعب النادي الاهلي 3 4 3. انت عايز تستحوذ على نص الملعب النادي الاهلي، وعايز النادي الاهلي ما يعملش معاك اي كونتر اتاك على 3 لعيبه بس وما تتغلبش وتغلب بهيفي سكور. ففي حاجات احنا بنتكلم عليها، امكانيات الفرقه اللي قدامي ازاي نوظفها. صحيح، ازاي اخلي نادي الزمالك فعلا يرجع زي ما قال ماهر، انا بحب اخد الدوري مش من اي حد تاني، اما اخده من المقص مش زي ما اخده من الزمالك. انا كلاعب في النادي الاهلي او انا كمشجع النادي الاهلي حبي كله بيبقى في نادي الزمالك وانا باخد منه البطوله. صحيح، والزمالك بيبقى حبه كله انه اخده من النادي الاهلي. هي دي اللي احنا عارفينها. الجديد علينا بقى ان اسماعيلي ماشي خطه ثابته، المصري بيحارب بكل الامكانيات اللي عنده انه يكون موجود، الزمالك لازم بقى يكسب المصري ولازم يكسب اسماعيلي، ما بقاش خطه ثابته، استنى بس، ولازم يكسب اسماعيلي. انا بتكلم على الزمالك. ماشي، لازم يكسب اسماعيلي اللي هم دول اللي فوقيه، يعني سوري يعني اللي هم متعدين وفي وعندهم ماتشات متاخره، فهو لازم يكسب دول الاول وبعدين يكسب بقيه ماتشاته ويسيبك من الماتش الاهلي. فدي الروشته اللي احنا بنتكلم فيها لنادي الزمالك. عشان كده انا ما بحبش نغمه انه عاد وبقى كويس وما... لا، ده في شغل كتير قوي لو احنا عايزين امانه وبنحب الناس دي. بس نكلمك بالروح دي بس رقم واحد، مش عيب ان احنا نقول لإيهاب جلال خد بالك ان انت بتدور على المكسب بس، لا، دور انت بالمجموعه اللي عندك دي تدورها ازاي. صحيح، زي ما احنا مش من عندنا لعيبه كتير قوي ودخل لعيب ومدورين الحكايه على اكمل وجه. صحيح، والضغط النفسي اللي حصل على حسام البدري ان هو لازم يقلق، في لعيبه كبيره قوي خرجت، ده بالعكس التطور جه بالامور احسن. طيب خلينا هتكلم على جزئيه تحكيمك، خلينا نروح بس للتقرير مع الساده الصحفيين ورايهم في التحكيم هذا الموسم، ونرجع بقى يعني ناخد راي طبعا نجومنا في جزئيه التحكيم الاسابيع الماضيه، خصوصا يعني زي ما يعني كابتن عبد العاطي بيتكلم ان في بعض المحللين اتكلموا على ضربه الجزاء الخاصه بنادي النصر اللي ما اتحسبتش انها ضربه جزاء صحيحه، وده طبعا نجم كابتن فاروق طبعا نجم زملكاوي كبير. خلينا نروح للتقرير وارجع اكمل كلامي في الاستوديو. انا اعتقد ان التحكيم السنه دي افضل بكتير من السنه اللي فاتت، يعني التحكيم يعني رغم ان برده في اخطاء وفي اخطاء كبيره بس برده قال لي كتير قوي عن السنه اللي فاتت. واضح ان في شغل على الحكام، يعني كابتن عصام فتاح شغال على الحكام بشكل كويس، ده واضح في يعني في المحاضرات اللي بتتعمل لهم بشكل دوري والمعسكرات اللي بتتعمل لهم بشكل دوري. بس طبعا هي كره القدم من غير اخطاء التحكيم ملهاش شكل يعني، بس اخطاء التحكيم قلت بشكل كبير. هدف لجنه الحكام وهدفنا ان احنا نقلل اخطاء التحكيم ان هي بحيث لا تؤثر على نتائج المباريات، وحتى لو ده حصل يبقى في اضيق الحدود. ضغوط الحكام هتزيد الفتره اللي جايه في المنافسه على الهبوط، يمكن في فرقتين حسموا موقفهم وفي مركز ثالث هو اللي يعني رايح جاي ما بين كذا فرقه، هي ماتشات الفرقه دي اللي هتبقى فيها حساسيه شويه بالنسبه للحكام. بس المجمل التحكيم السنه دي افضل شويه، ممكن يكون فكره الاثنين المساعدين الزياده اللي تواجدوا في ارض الملعب خدمت شويه الحكام وقللت من عليهم الاعباء اللي بيواجهوهم. في اخطاء في التحكيم، في اخطاء، ولكن الاخطاء وارده والاخطاء موجوده واحنا ما بنبررش، ولكن احنا نتعلم من الاخطاء لان الاخطاء بقى لها فترات كبيره جدا، وشايف ان احنا ما بنتعلمش من اخطائنا، واي تجربه بنجربها ما بتبقاش بالنجاح اللي هو الكامل. اعتقد ان احنا جربنا تجربه الفيديو فشلت، بنجرب الحكم الخامس وعندي معلومات ان هي هتتلغي، فبالتالي موضوع التحكيم المنظومه عايزه شويه تظبيط شويه من الكابتن عصام عبد الفتاح بحيث ان هو يقدر يدينا المنتج كامل. الحكم لو ظبط المباراه في التوتال بتطلع مظبوطه، ولكن ان هو الحسم بتاع النادي الاهلي هيسهل المهمه شويه، هو بس هتبقى الصعوبه في زي ما قلت لك في الهبوط وفي المراكز الثاني للربع. الحكام مالهمش دعوه الفريق ده خد بطوله او حسم بطوله او الفريق ده بيصارع على الهبوط او لا، الحكم بينزل الماتش 90 دقيقه، او كان مثلا في ماتش خروج المغلوب لو كان في وقت اضافي او بينزل ماتش يحكم ماتش وخلاص مالوش دعوه. فبالتالي ما اعتقدش في اي بلد في العالم ان يبقى فريق حسم المنافسه ده يبقى في راحه للحكام او كده، لكن الحكام في مصر بصراحه لغز محير جدا. اي نعم الاخطاء في كل حته في العالم موجوده، لكن هي عندنا بشكل
كبير شوية، وفي نفس الوقت في خطأ الحكم ده بيحتسبه في الماتش ده، والماتش اللي بعده نفس الخطأ ونفس الحكم ما بيحتسبوش. فأعتقد إحنا مش عايزين نذبح الحكام، لكن لازم يبقى في تطوير شوية في الفترة اللي جاية، ولازم يبقى في دعم برضه في نفس الوقت ليهم، ما يبقوش هم المنظومة الأضعف في الكرة المصرية، سواء من الأندية أو اتحاد الكرة. يعني ما نحملش عليهم كل حاجة، هم في أخطاء ولازم يعالجوها، لكن هم مش السبب في كل الانهيارات اللي بتحصل للأندية. برحب بكم من جديد. طبعا ده كان رأي اخواتنا الصحفيين او استاذ الصحفيين في جزئية التحكيم. خليني بس بقى يعني رايكم في التحكيم السنه دي يا كابتن؟ كده كان رأي الصحفيين يعني طبعا انا شايف ان هم بعض فيهم قال ان يعني في اخطاء للحكام واضحه في المباريات، وبعض فيهم قال لا، في يعني تحسن مستمر بالنسبه لحكامنا. يعني انا عايز اقول لك ان الحكام زي المدربين يا شريف، محتاجين اعداد ذهني كل 3 ايام نتفرج على نفسه ويشوف اخطائه ايه وضعه ايه. انا عايز اقول لك حاجه، لكن مع الاسف مفيش وقت زي المدربين مفيش اخطاء يصلحوا اخطائهم. احنا مش هنتعلم. ما هو انت عارف حتى زي ما انت قلت زي المدربين، لو مفيش عنده اخطاء بالزبط. سلبيات حتى نادي الاهلي حتى الماتش اللي فات احنا كسبانين 5 والكره بتتلعب عرضيه كده، برضو عندنا الواحد اللي بيسبق الديفندر اللي عندي يلعب الكره بدماغه، لازم يبقى فيه سلبيات. لازم الاقي حاجه تاني بين كل ماتش وماتش. لازم الاقي ماده اتكلم فيها، الاقي ماده ووقت. ما انت مع الاسف يا كابتن، انت دلوقتي المدرب ما عندوش وقت يصلح الاخطاء بالنسبه للاعبين كل 3 ايام. لا احنا بنتكلم عن الحكام بقى، احنا نفس الكلام بنقول زي المدربين بيمر بنفس هم لازم يبقى عندهم اخطاء وبعد كده مش هنشوف. يعني احنا ابتدينا بكارثه في الدوري، يعني ماتش طالع الجيش فاكر بالظبط 3-4 ضربات جزاء. هنوقف الدوري يعني هنوقف الدوري مش هنشتغل، يعني مش هنشتغل. ادينا اشتغلنا واحنا فارقين 16-17 بونت عن صحيح صح صحيح. طيب يعني خلينا بقى نتكلم على مباراه الغد عشان وقتنا ما يروحش، ان احنا ما اتكلمناش. انا بس على عايز اتكلم على نقطه مهمه قوي. النادي الاسماعيلي في الدور الاولاني حصل على 40 نقطه، النهارده النادي الاسماعيلي 6 نقط في الدور الثاني ومر كاب مباراه. فانا عايز اقول ان دي علامه استفهام لدى الاسماعيلي لازم ياخد باله منها. النهارده الاسماعيلي في المركز الثالث 46 نقطه. مش عايزين ناخد باله منها. انا بتكلم عليك رد بس عشان راجل ينقل على ماتش الاهلي. انا لا اؤمن بالمدرب الاجنبي جوه الدوري المصري. بتكلم على المنافسه فاروق على فكره. انا عشان تبقى فاهم قبل ما نروح انا لا بحب المدرب المصري كمان، المدرب الاجنبي اللي بيجي لي في وسط الدوري ده انا عايز اعداد وعايز بتاع. بس دي صبر يا كابتن. المدرب الاسماعيلي كان مش شكله كويس، هو ماسك من الاول سبب التغيير. راجل ماسك من الاول وعارف اللعيبه وحفظوه وبيدوله. وفي برضه في زي حسام البدري كده مدرب يعرف يميالك يعمل الضبط والربط في الفرقه. ملاحظه يا كابتن. يعني انا من ضمن الحاجات الفنيه كمان يا كابتن شريف، لازم الناس تاخد بالها. النادي الاسماعيلي الصراحه النادي الاسماعيلي النادي الاسماعيلي احسن يعني 40 نقطه في الدور الاولاني وبعدين 6 نقاط لحد دلوقتي في الدور الثاني، دي علامه استفهام كبيره جدا. بس هتشوف بقى نادي الاسماعيلي السنه الجايه كابتن مختلف بامكانيات نادي الاسماعيلي اللي احنا شايفينها من ناحيه الاداره، من ناحيه اللاعبين، من ناحيه الجهاز الفنيه. نتمنى طبعا، انت عارف النادي الاسماعيلي نادي شعبي زي الاتحاد، اي بلد احنا بنتكلم عنها بنتمنى لها ان هي تبقى بالظبط كل الانديه الشعبيه موجوده او تبقى بتشارك بشكل كبير جدا في المنافسه. حتى خلينا يا كابتن نروح لمباراه الاهلي وانتهى غدا ان شاء الله. المباراه هتكون في استاد القاهره الساعه 8 مساء. انا هكون معاكم هنا من خلال قناه النادي الاهلي قبليها بساعتين ان شاء الله، وكواليس ما قبل المباراه وتحليل فني ايضا للمباراه مع نجومنا في الاستوديو. خليني اقول لكم بس التشكيل بتاع مباراه الاهلي والنصر عشان نقدر نقارن ما بينه وما بين ما سوف يحدث غدا، وهل كابتن حسام البدري هيغير في التشكيل ولا لا. طبعا كابتن حسام البدري ابتدى بشريف اكرامي في حراسه المرمى وسعد سمير وايمن اشرف ومحمد هاني وعلي معلول، ثم خط الوسط حسام عاشور وعمرو السليه وامامهم اجاي واحمد حمودي وصلاح محسن وازارو. ده كابتن ماهر كابتن شريف ده تشكيله النادي الاهلي لمباراه النصر السابقه واللي فاز فيها 5-2. طبعا كابتن حسام البدري طبعا سعد سمير مش موجود ثلاث انذارات. موجود ده هيكون شريف اكرامي في القائمه، شريف اكرامي وعلي لطفي وحسام غالي ومحمد الشناوي وحسام عاشور احمد فتحي وعمرو السليه ومحمد نجيب وليد ازارو واجايي وايمن اشرف مروان محسن وليد سليمان كريم ندد وصبري رحيل حمودي ومحمد هاني وعلي معلول وباكا واسلام محارب وصلاح محسن طبعا هيكون متواجد. توقعك في تشكيل غدا كابتن عشان نقدر نتكلم على المباراه برضو، وهل ممكن طبعا سعد سمير بره فهيبقى في بديل، يعني ممكن يكون مين البديل؟ محمد نجيب
انا شايف ان محمد نجيب مع ايمن اشرف واخد بالك محمد هاني وعلي معلول ده يمكن الرباعي اللي خط الظهر. طبعا شايف الكرامي للمباراه الثانيه على التوالي يهم جدا ان كابتن حسام يدي شايف الكرامي نفسيا واخد بالك وبدنيا وذهنيا وخصوصا احنا عارفين ان شريف من ضمن حراسنا اللي يعني بصراحه الفترات الماضيه قدر ان هو يشيل النادي الاهلي فترات كتيره جدا. وبعدين احنا عندنا مهمه قوميه منتخب مصر مطالب بردك ان حراس المرمى اللي هم عندهم خبرات اللي بيعتمد عليهم مستر كوبر يوم موجودين بصفه اساسيه. فانا شريف شايف ان شريف بدايته بكره المباراه الثانيه على التوالي. خط النص طبعا هيبقى موجود حسام عاشور وعمرو السوليه وبعدين هيبقى عندنا أجايي وأحمد حمودي وأزارو وصلاح محسن. أنا شايف ده التركيبة. مش هيبقى كابتن كبير. عبد الله سعيد هيبقى طبعا لجنة الإصابة. عبد الله سعيد بقى لجنة الإصابة. أنا شايف إن أجايي هو المكان المناسب بالنسبة له إذا ما لعبش على الطرف يبقى مكان عبد الله سعيد لأن هو بيجيد شفنا الماتش اللي فات اللي عمل كده حمودي وعلى فترات حمودي كمان وحمودي كمان بردك من اللعيبه يعني بس اجايه بردك تحس عنده ملكه الاستلام اكتر وفي التسليم والتسلم بس عايز بقى هو والمراوغه وبعدين كمان بيروح يا كابتن شريف يعني مار. هو عايز جنبه ايه بقى؟ عايز جنبه سوبر رانر اثنين من الاجناب عشان هو لما بيسقط لازم علي معلول ده ابص عليه ونج ليفت بالظبط مش باك ليفت بالظبط يعني ابص الاقي يعني انا شايف بكره حته كده انت ما اتكلمتش في الدفاع شويه ان غالبا هيخش محمد نجيب مثلا او محمد هاني يروح على الطرف اليمين ومحمد نجيب يبقى موجود انت ما اتكلمناش في لابد ان يكون مثلا محمد هاني ده ناحيه اليمين لو موجود زي ما عودنا كده ان هو سوبر رانر بيطلع بيعمل الشكل اللي بيخلي حمودي يبقى عنده الحريه اللي عملها كبلاي ميكر كفيرود اساسي بيجيب ضرب الجزاء من جوه منطقه الجزاء هو اللي بيحركه المساحات كمان للاثنين اللي انت قلت عليهم ازارو اللي بيحركه حمودي يعني صلاح محسن لو حطيته هو خد بالك يا كابتن شريف يعني اللي بيحرك محمد هاني حمودي يعني حمودي لما يبدا يخش جوه بيضطر هاني يفتح له المساحات بالظبط كده بيفتح لما بيبدا يضيق عليه بيخش هاني لجوه يعني ال 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 هو ما شاء الله المرونه التكتيكيه بالنسبه للعيبه دي يا كابتن شريف واضحه يعني احنا شايفين طبعا مخرجنا جايب لنا بعض اللقطات اللي فيها المرونه التكتيكيه اللي احنا بنتكلم عليها. مباراه الانتاج في الدور الاولاني يعني دي مباراه الانتاج اللي في الدور الاولاني الباص الجميل اللي اتعمل لازارو في, في 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 قلب الملعب من حمودي افتكر ده يمكن الهدف الاولاني لازارو انفراد كامل. بكره انت بتلاعب شكل جديد خالص الانتاج الانتاج بعد خالد قمر والناس اللي دخلت دي بقى عندهم شكل متالق خالد قمر الصراحه مع متالق وبقى عامل محطه فيرود لازم تعمل لها حساب طبعا في الحته اللي انت دايما مصاب عندك الناس اللي فيها او بيخش ويطلع فيها ناس كتير او في ايقافات او حاجه زي كده وهي دي الحته اللي احنا الدعم الفني اللي دايما بنسويه مع يعني ايمن اشرف ده اكتشاف هو الجوكر دلوقتي اللي موجود عندنا في الملعب ومن احسن اللعيبه اللي موجوده على فكره من اول السيزون فالحته اللي فيها الانتاج الحربي دلوقتي والتوازن اللي بيعملوه مع مختار الحقيقه عاملين شكل جامد قوي ده المحترم اللي احنا لازم بكره يبقى فيه لعيبه موجوده في الملعب يا كابتن ماهر تقدر تضغط على فريق الانتاج الحربي تفقده التوازن فقدان التوازن اللي انت عارفه ده نفسيا وعمليا داخل الملعب اللي هو انا ما يتعملش عليا نص ملعب يتمسك مني او باص جيد الباص الجيد في المساحات مفتوحه يقدر يخلي النادي يبقى عندها نفس تلعب في الملعب انا يعني النادي الاهلي دايما بيديك فرصه كده انك تعمل كونتر اتاك عليه او تبقى تزوره مرتين ثلاثه في الملعب انما غير كده النادي الاهلي هو اللي بيمسك الكوره غير كده النادي الاهلي هو اللي بيتحرك وسرعه التحركات بتاعت النادي الاهلي هي الامتياز اللي فيه فلما انت بتختار فرقه دلوقتي انا وانت هنختارها عايزين عناصر تبقى موجوده الحقيقه تواكب التكتيك والشكل اللي النادي الاهلي بيلعب بيه ايوه وتفرض وتفرض اسلوبها التغييرات كانت بتحصل بدري في المباريات السابقه كابتن واضح انه حته التدوير موجوده وحته ان في بعض اللاعبين اللي ممكن كانوا فتره بعيد يعني عندنا كان تغيير مروان محسن وخروج وليد ازارو حسام غالب يعود مره اخرى وخروج عمرو السوليه صلاح محسن طبعا خرج ودخول كريم نيدفيد يعني انت ما حسيتش معايا بصلاح محسن الفيتك الفيتنس بتاعه لسه ما دخلش فورمه ده وضع طبيعي القوام الاساسي بتاع الفرقه وضع طبيعي مش كده حسيت بيه يعني حتى الكرمبات اللي جت انا حسيت كده ما هو واضح ان لازم
دعم على فترات لسه ما اعتمدش عليه. احنا حاطينه في الفرقه الاساسيه انه يلعب بكره لان اسمه كبير ولعيب سكورر وجاب جون كده يعني فتح نفسه كمان. انما انا كشكل بدني انا حاسس ان هو عايز تاهيل هو قوي جدا. هو ده اللي قاله حسام يعني قال لك ان انا مش هدخل اللعيبه ديت الا على مراحل. واحنا شفنا قبل كده مع ايفونا, شفنا قبل كده مع كولوبالي. مش عايزين نستعجل يعني انا حته الاستعجال على صلاح محسن. انت عندك يعني وده اللي اتمناه طبعا حته التعاون ما بين منتخب الجهاز الفني لمنتخب مصر والنادي الاهلي مهم جدا. لا صلاح محسن من اللاعبين اللي هو كان في حسبان المنتخب الوطني ان هو يبقى متواجد بالزبط. كلاعب مصري بالزبط. ممكن يبقى متواجد. عايزين يشوفوه عايزين يشوفوه. ممكن يبقى في تعاون مهم جدا. وانا عندي فرصه هو لعيب مميز واذا تعامل بشكل يعني مميز في ظل طبعا القوى الهجوميه اللي موجوده تحتيه بالظبط. الكالتشر بتاع الاهلي غير اي فرقه ثانيه. انا لما بلعب مع فرقه غير الاهلي انا مش مطلوب مني كل المطلوب منه في الاهلي. انت شفته المره اللي فاتت بيعمل ايه؟ يا عيني عايز يموت نفسه, عايز يثبت انه موجود, عايز يدافع عن ارقامه ويدافع عن نفسه وعن اسمه عشان يقول عليه فاروق. أنا مؤهل إن أنا أبقى موجود وبعد كده المنتخب ثانية. مع إن الناس بتنسى إن في واحد اسمه وليد سليمان البديل القوي جدا اللي هو فرقة لوحده قاعد بره, ده برضه مؤهل إن هو لازم يبقى من أقوى الناس اللي تنضم للمنتخب مصر. ومين مين وليد سليمان؟ مغير النتائج, هداف الأهلي, وكان موجود في المنتخب محطة الأهلي اللي هي بتغير أي حاجة موجودة في الملعب. ففي كذا لعيب عندك إسلام محارب صامت صامد وصامت وحسام البدر مميزاته انه بيخلي اللعيبه دي بتقبل الوضع ده وبينزلوا يدوا كل اللي عندهم خلاص. في لغه بين المدير الفني الجيد اللي انا عايز اقوله ان حسام البدر ده ماهر وفاروق عمل حاجه. انت فاكر اول السنه كانوا بيقولوا عليه حسام بقى كفايه والنتائج حسام انت ايه بقى التغييرات دي فين الشيخ احمد الشيخ فين قعدوا في السوشيال ميديا ماسكين حسام البدري ده لغايه امبارح بيقول لك حسام البدري اقوى مدرب في مصر حسام البدري, اقوى شخصيه في مصر حسام البدري, مؤهل انه يبقى يمسك منتخبات بره مصر حسام البدري, يمسك اي فرقه حسام البدري لا غنى عنه. ومين تاني اللي عامل معانا كده كمان؟ ازارو. ازارو ده ما ينفعش, ازارو ده مش عارف ايه, ازارو ازارو لغايه لما ازارو حصل ايه؟ لا غنى عنه. رقم واحد هداف الاهلي ب 16 هدف, اسرع لعيب موجود دلوقتي. صلاح محسن من جه مش عارف يروح فين ولا يمين يمين, ابتدينا نشوف له مكان تاني يلعب جنب ازارو فيه عشان يبقوا قوه ضربه هما الاثنين. فاللي انا عايز اقوله لك ان العمليه والتدوير اللي موجوده وكان فيها انجازات بالظبط, فيها نتائج ثقه, فيها دلوقتي حاجات مش قادرين نكسروها. عايزين يكسروا مسيره النادي الاهلي بالارقام, فيها ارقام الحكايه بقت ارقام دلوقتي. احنا بدات مطالب من اللعيبه هما اللي عملوا في نفسهم كده بيكسبوا فرقه خمسه وبيكسبوا فرقه ثلاثه وبيكسبوا فرق كبيره, بقى مطالب منهم كل ماتش ان انا من اول نص ساعه ما الاقيش اللي قدام, النوك اوت تبقى موجوده. هم اللي عملوا كده مش انتوا اللي اديتونا الاداء ده؟ طب بص يا كابتن شريف انا عايز اقول لك بدلاء او اساسيين يا كابتن. الاداء ده جه نتيجه الثقه اللي ولتها الاداره للجهاز الفني, واخد بالك انت, وبقيت سبورت مع المدير الفني التدعيم التدعيم خلاص. الثقه دي لما اتنقلت لحسام البدري ورفاقه في الجهاز الفني وضحت قوي في شكل واداء وطريقه لعب حسام البدر بصراحه. موجود كابتن احمد الكوره كمان فيه. انا هقول لك بصراحه موجود لجنه الكوره كابتن خطيب وكابتن زيزو. بس فاروق انت عارف يا فاروق اقول لك على حاجه, خلينا نتكلم بصراحه يعني انا لما جت المنظومه الجديده وكلام من ده دول لعيبه كوره هم دول جهاز كوره زيزو عندهم من الخبرات وعلي عبد الصادق والنادي عندهم وكلنا عارفين كويس. انت لما هتيجي تكلمني في موضوع فني هتكلمني, انما هتيجي تقول لي انت ما بتلعبش احمد الشيخ ليه؟ لا لا انت ما بتلعبش, لا انت فلان ليه ده مش موجود الناس بتسال عليه, فلان ده عندنا احنا شاريينه وبتاعنا عايزين يلعب هيحصل نقاش. هم لعبوا لما لعبوا مش الكالتشر بتاع النادي الاهلي انما تقدر تعمل لهم اعاره. ما هي دي ما هي شلت حمل كبير قوي من على الجهاز الفني بتاعك واديته تدعيمات جميله جدا ونعمه هو طالبها برضه, خليته بقى فايق وخلت اللعيبه كمان اللي موجوده بتركز تركيز. هو ده عبد الله السعيد اللي بيلعب يمين وشمال وفي النص وفروت وشويت وبيرقص ثلاثه, هو ده عبد الله السعيد؟ ده مش لازم يجي له شد, ده لازم يجي له مزقين وشد وثلاثه. طب قول لي تشكيله يا كابتن بكره. احنا كابتن ماهر توقع تشكيله ماهر فوت الديفنس. انا عايز اسيب ماهر على فكره. لا قال محمد نجيب كرامي وهاني ومحمد نجيب وايمن اشرف وعلي معلول. انا قلت شريف كرامي. انا بقول لك تشكيله حراسه المرمى كبير وناحيه اليمين محمد هاني, قلبي الدفاع ايمن اشرف ومحمد نجيب وعلى الطرف الشمال علي معلول. وقلت سوليه وقلت سوليه وعصام اشور وما اعتقدش حمودي بقى هيفوته. هو حمودي ماشي كويس يعني. ايوه حمودي يعني حمودي وجايه وصلاح محسن وازارو راس حربه. انت عندك اختلاف اللي قاله كابتن ماهر؟
اعتقد احنا هنختلف على صلاح محسن بس. يمكن يتجرأ ويمكن يدي حسام غالي بكره مكان عبد الله السعيد. وليد سليمان لا. وليد سليمان. وليد سليمان لازم ياخد بصراحه. شفت انا لسه عامل محاضره على عامة حسام هو بقى حته الاجناب اللي هي اجاييه وحمودي، حمودي ولا وليد سليمان دي بتاعته، انما وليد سليمان في نص الاثنين. هل بقى وليد سليمان بديل؟ هيبقى القلب. ما انت عندك الورق اللي بره عمره ما كان بديل. لا انا بكلمك في انا بكلمك في لعيب اقول لك ايه انا بعتمد عليك. اصل على فكره كلمه بديل دي مش معناها لا لا هو مش قصدي ان هو مثلا احنا في لو تفتكر اللاعب الاساسي سكاير لو تفتكر كابتن افضل الاساسي في العالم الاساسي اللاعب بره هداف كبير يعني الاساسي اللي هو بيكسبني يعني اصل في ناس بتفهم كلمه بديل او لعيب انا لما بتكلم اقول له انت بديل دلوقتي بيزعل فالاساسي الاساسي الجيد اللي هو مطلوب في اي وقت بالظبط هم كلهم ما شاء الله كده انت فاروق تبقى مدرب انت هتخليه يبتدي هتخليه في نص الملعب هتخليه هنا عندهم الكيانات لعيبه الاهلي كلها المميزات اللي اتكلمت انا وفاروق ويمكن انا عماير بقالي فتره ما عادش معاك ان كلهم هم جواكر بالظبط يعني لدرجه انا اتكلمت على ايمن اشرف ومحمد هاني جواكر وكمان السرعات اللي بيبثها الراجل اسمه علي معلول ده بيديني ثقه حاجه كبيره قوي لما بيبقى موجود في الملعب عندنا لعيب كوره سنس فوتبول بلاير يعني يمسك الكوره يعمل وان تو اجاييه حتى بيحب اللغه دي بيحب النوعيه دي كان بيحب عبد الله السعيد ليه تك 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 من غير ما يتكلم حته الكوره حته الكوره اللي هي بيثق فيها اللعيب اللي جنبه لغايه لما خلوا ازارو معاهم انا كنت ازارو ما كانوش فاهمين حاجه منه لا لغايه لما بقى يشوفوه وبقى يعمل المساحه ويرميها له ازارو بيتكلم على ازارو ده ازارو دلوقتي بقى عبقري انا كنت بتكلم على ازارو على ازارو قلت يا هنا يا سعدو ازارو بيلعب حواليه مجموعه الجميله دي اولا كلهم موهوبين وبعدين كلهم عارفين امكانيات بعض يعني لما انت بتحتاج ازارو مساحه فاضيه عبد الله السعيد بوديك تحتاج في رجلي تحتاج في رجلي يديلك محتاج كروس عرض عشان يجيب جول بدماغك علي معلول بيحطها لك في واحد اسمه احمد فتحي احنا ناسيينه احمد فتحي بيحطها لك يعني انت فاهم قصدي اللي حتى نزل لعب في نص الملعب شويه بقى بيعمل سيروهات باص وبيديها لازارو يروح يجيب جول فده ما شاء الله الله اكبر تاتش وود احنا يعني حط اي فرقه عايز اقول لك حاجه عايز اقول لك حاجه شريف حط اي فرقه ما شاء الله من المجموعه اللي هو اختارها ده يا شريف ما شاء الله يعني. من 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 العداله والشفافيه لحسام البدري وتدويره بما يرضي الله للعيبه ديت في التوقيت الصح الفير بلاي بالظبط الفير بلاي واللعيبه بالذات كمان فير دول كوتش بصراحه بيدوله احسن ما عندهم فالنهارده انت العمليه داخله ببعض بعدين انت ماهر انت اللي في الملعب انا راجل قاعد بره انت اللي عارف النهارده حمودي ولا وليد سليمان بالظبط ما اقدرش اقول لك ليه انت ما لعبش وليد سليمان بقى عدى بقى حسام البدري المساحه دي انا عايز عديناها بكلمكم على نسبه الاستحواذ بالنسبه للمباراه يمكن المباراه دائما نسبه الاستحواذ بتبقى رايحه للنادي الاهلي مباراه سابقه بالنسبه للنادي الاهلي نسبه استحواذ امام فريق النصر 65% تسديد كان 12 تسديده على المرمى منها سبعه يعني داخل المرمى او داخل ثلاث خشبات ركنات كانت اربعه الاخطاء كانت 21 خطا للنادي الاهلي واحد كارت اصفر بتاع سعد سمير اللي خرجوا بره المباراه دي ايضا نسبه التمريرات 665 تمريره منها 584 صحيح نسبه التمريرات الصحيحه بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه امام النصر 88% 15 منهم تمريره هجوميه خطره و 32 التحام هوائي ال 13 منهم كان لصالح النادي الاهلي اما نسبه المراوغات الصحيحه كانت للنادي الاهلي 76% شخصيه البطل موجوده في ارقامنا دايما باستمرار وبالذات التمرير يعني انت الجديد علينا يعني انت كانت المراوغه واخده حيز اكبر دلوقتي التمرير اللي بتعمل اللي هو في الرجل اللي احنا بنتكلم بندور الكوره هي بالظبط يا كابتن ملعب صغير وجوان صغيره وجزء تقدر تشار فيه في حته الباص التمرير وبيحط يعني حسام كمان بيضايق المساحات وبيحط فيه واجبات يعني يحط فيه ثلاث لمسات لمستين ولعبه ضغط لمسه واحده التمرير بقى اخطر من مراوغه يعني حتى الكره الحديثه دلوقتي يقول لك ايه ان التمرير هو اللي بيودي يعني شفنا معظم التمريرات عندنا 88% نسبتها عاليه جدا اكتر من المراوغه يعني انت المراوغه يا شريف يمكن نسبتها اقل فانت النهارده الاخطر الكره الحديثه مش محتاج المراوغه في اوقات بس ايه هي بقى انت ما تبقى واحد ضد واحد بالظبط فانت كمان اللعيبه حتى الكره الحديثه كمان يا كابتن الكره الحديثه هي التمرير والتحرك من غير كوره عايز اقول لك المراوغه كمان بيعملوا حاجات يا فاروق زي ما الشيف قال واحد ضد واحد امتى يختار يعني بص مخرجنا بياكد معانا
الكلام اللي احنا بنقوله مع التمرير يعني التمرير التحرك التحرك اللي يعني بص بص قطع حسام غالي ده مهم هيلاقي طبعا هي راحت عدت ده بص الجول ده حسام غالي وبعدين حسام عاشور وبعد ادي تمرير حسام عاشور تمرير لاجايه هيفوت الكوره فوتها واخد بالك انت استلام من نيدفيد وبعدين ببطن القدم بص يعني ادي التمرير والتحرك اللي من غير كوره كل ده ربط كل دي الجمل التكتيكيه اللي احنا بنتكلم عليها كل هجمه يعني في الماتش ده بالظبط كل هجمه في الماتش ده كان المفروض تبقى هدف يعني عايز اقول لك ان الناس بتسال ايه الجمل التكتيكيه دي هي دي الجمل التكتيكيه اللي هي بتتبني اكتر من واحد واحد اتنين اجاي سبعه ثلاثه استلام باص بطن القدم بص الحلاوه انت عارف مين اللي راح عايز يجيب الجول كان انت عارف الكره دي ملعوبه ازاي حسام عاشور بيلعبها لغي 1 2 ايوه راح مفوتها للراجل اللي ورا بص هتلاقي حسام عاشور واقف الناحيه الثانيه مستني اهو يعني داخل الجول اهو يعني انت حسام عاشور ده الشخصيه انت اللي بتكبر منين يشتغل حسام عاشور بالظبط نص الملعب من نص الملعب اللي هي بنشوفه في مرتين ثلاثه في السنه بالزبط. في الحته دي بالظبط ادي واحد سيطرة ادي حسام وبعدين بص بقى الوان تاتش ما تلعبش اللي بيتكلم عليها فرو دلوقتي اللي هي المساحات الصغيره وعلى فكره اجاي شايف نيدفيد متفوت عارف ان هو اجاي شايفه عامل نفسه بدماغه كده فوت راح متفوت عايز اقول لك فاروق اللي انت بتتكلم عليه حسام بدري دلوقتي اللي اسمه سايد جيم اللي هو بيقلل المسافات واخد بالك في التلت الهجومي وبيحاول يعلم اللعيبه دلوقتي الوان تاتش لمستين ولعبه ما بقاش حاجه عند اللعيبه غير ان هم يتعلموا كده على فكره اللي قاعدين بره شافوا الحكايه جوه نزلوا بقى زيهم بالظبط هما بينفذوا ما عندهمش تفكير تاني كل الحصص ريحت قوي ينفذوها دي ريح الحكايه دي مريحه قوي بتخليك تلعب يا كابتن فاروق وكابتن ماهر لغايه الدقيقه 94 و95 بما عارفين انت بالظبط يبقى انت محافظ على اللياقه البدنيه موجوده عندك تصاعديه ما بتبقاش بتنزل ما بتهربش منك وتغييراته عايز اقول لك حاجه اقوى حاجه تغييراته كمان ان التكتيك بيتبني على اللعيبه المهاريه انت لو ما عندكش لعيبه مهاريه مش هتعرف تعمل الجمل دي ان شاء الله النادي الاهلي فانت ميزه النادي الاهلي الحمد لله انه عنده كمان كابتن عنده من اللاعبين في نقطه كمان مهمه جدا من اشرف طبعا احنا السنه دي يا كابتن فاروق كابتن ماهر احنا كلنا السنه دي باصين لافريقيا بصراحه انا بتمنى استعدادا لافريقيا احنا اول دور ده نهتم بيه جدا بتاع الجابون ده ونعدي منه نعدي منه من هناك مش نعدي منه في مصر هنا ولا فيه انا بتمنى ليه لان دي هتبقى دفعه قويه جدا واستمراريه للوضع اللي احنا فيه وهي مش عمليه عشوائيه لا هي فعلا توقعاتك كابتن السنه دي كام في الميه ان شاء الله نوصل ما اقدرش بص انت عارف انا دايما اقول لك الاهلي 3 الاهلي 5 لا المباراه النهائيه للبطوله ان شاء الله احنا هي بتبقى بدايه ولكن كان مش بس الدور الاولاني وانا اشوف بقيه الفرق والكلام ده وانا اقول لك على فكره البطوله اتصعبت بجزئيه ان انت دور ال 16 بقى هو الدوري المجموعات هو انا عشان كده ارد عليك واحنا ان شاء الله في دور ال 16 عايز اقول حاجه فاروق اشريف ان احنا الحمد لله رب العالمين احنا عندنا ملف الدوري العام خلال المباراتين اللي جايين ان شاء الله يتقفل بانجاز بيتحسب للجهاز الفني وللاعبين ارقام السنه اللي فاتت يمكن الحمد لله رب العالمين ما خسرناش ولا مباراه وده كان انجاز حسب للعيبه والجهاز الفني النهارده انت هتحقق بطوله الدوري العام ان شاء الله يمكن بضارب ارقام قياسيه بالنسبه للنقاط وبالنسبه للمستوى وهيتقفل الملف ده ويبقى عندنا وقت من الراحه وقت من التركيز نفتح الملف الافريقي اللي احنا يعني وحشنا بقى كل الفرق بصراحه محتاجه اربع سنين كل الفرق محتاجه ان هي تقعد بقى وتفكر في حياتها من جديد طبعا مش انت النهارده خلينا نروح كابتن تقرير لمباراه الغد مباراه الاهلي والانتاج وهرجع اكمل كلامي بقى بس عايز اتكلم في جزئيه الانتاج لان احنا وقتنا خلاص بينتهي كابتن معانا الانتاج كابتن مختار طبعا المدير الفني لفريق الانتاج وحتى الفرقه كمان نكمل كلامنا استاذ الشبراوي في طيب خليني اكلمكم على الانتاج الحربي قبل ما يعني الوقت بيدهمنا جزئيه الانتاج الحربي هو في المركز السادس في رصيد 36 نقطه يعني فريق مميز فريق موجود على راس الجهاز الفني كابتن مختار واحد من المدربين الفنيين المميزين وبيكلموه على جزئيه ان ممكن الجهاز الفني يفوت للنادي الاهلي بحكم طبعا كابتن مختار طبعا المدير الفني واحد من ابناء النادي الاهلي طبعا حاجه تضحك يعني لما حد يسال مدير فني هذه الجزئيه لكن كابتن ماهر خليني اقول لك انتاج حربي في منطقه مطمئنه بشكل كبير المركز السادس بيقدم عروض جيده امام الفرق الكبيره وامام حتى الفرق ما بيهرجوش انا عارف كابتن مختار واحد من الناس اللي اتمرنت معاهم سواء بقى في الاهلي او في بتروجيت يعني مدير فني عنده الجزء الهجومي مميز صراحه بامانه وعنده خبرات كمان فاروق شخصيه مختار شخصيه متزنه كان لعيب طبعا على اعلى مستوى من نجوم جيل السبعينات مختار من المدربين اللي اكتسبوا خبرات كثيره جدا في المحطات اللي اشتغل فيها في الدوري الممتاز اخرهم الانتاج الحربي
الانتاج الحربي يعني فاجئنا السنه دي بصراحه بالمكان اللي هو موجود عليه في الجدول السادس، لعب 25 مباراه فاز في 10، ده برضك يمكن عدد كبير من المكاسب، تعادل 6 يمكن خسارته 9، لهم الاهداف 27 وعليه 28 من النقاط 36 وضبل المنطقه دي. يا كابتن مختار بيعتمد بالشكل الاساسي على بعض اللعيبه ركيزه في تشكيله في بدايه المباراه، عنده عامر في حراسه المرمى، عنده من ناحيه اليمين في الباك رايت عبد الرحمن فاروق، وعنده قلبي الدفاع لؤي وائل وعبد العزيز موسى، ناحيه الشمال عنده احمد شديد قناوي بشكل جيد، بيبقى فيه رباعي قدامهم ويمكن في مباراه الاهلي هيبقى خماسي عبد الرحمن بودي ومحمد محسن والراجل الافريقي زيده والسيد الشبراوي واسلام رشدي تملي بيبقى حاتف ناحيه اليمين، انه اسلام عنده سرعات وعنده اختراقات بشكل كبير. وخالد قمر طبعا اللي هو جاي في المرحله الانتقاليه الشتويه، وخالد بيجيب اهداف من ضمن المهاجمين المميزين. صحيح. وخصوصا كمان ان مختار رحل عنه عمر السعيد هداف من ضمن الهدافين الموجودين، راح لوادي الدجله اثر معاه بشكل جيد وهو لعيب جيد. فانا شايف ان مباراه بكره هتبقى مباراه صعبة تكتيكيه في المرتبه الاولى بالنسبه لفريق مباراه صعوبه. كابتن زي ما بيتكلم كابتن ماهر هتبقى موجوده، فريق منظم، مدير فني بيعرف ينظم فريقه امام الفرق الكبيره. يا كابتن ماهر مدير فني بيعرف ياخد من المباراه اللي هو عايزه حتى لو بيلعب مع الفرق الكبيره، بس تحس دايما ان هو خلال 90 دقيقه موجود بحاله تصاعديه فنيه، زي ما قلنا النادي الاهلي بتلاقيه لياقه بدنيه موجوده تصاعديه، هو نفس القصه بتحصل مع المحنك مختار وفاهم وقاري ودارس النادي الاهلي شكله ايه، وبيبقى حاطط محطات على اليمين شكلها ايه، اما كان عبد الله السعيد كان موجود دايما بيعمل له رقيب كده او حاجه كده تزهقه، انما عارف ان الاطراف النادي الاهلي جامده، عارف ان الدنيا شكلها ايه، فعلى طول بيبقى بيلعب على انه يخطف هدف ويخليه موجود، او حتى لو اتاخر هو بهدف بيحاول دايما بكل قوته حتى بالاحتياط اللي موجود عنده ان هو يعمل التغيير او الروتيشن اللي موجوده في الملعب، انه هو كسبان يقدر يصمد ان هو يطلع كسبان او يطلع على الاقل مش خسران المباراه. فهو عنده بالتكتيكس زي ما قال ماهر دي مباراه تكتيكيه، انما هي مباراه يعني في الاول والاخر مين هو اللي هيضغط على تاني في الاول ويمتلك، هم كمان بيلعبوا هدوء ويمتلك امور الزمان في التصويبات وفي هدوء اعصاب برضه، هم موجودين في الجدول فبالتالي 36 ماتش بس العيد بكره. صح العيد بكره يا كابتن فاروق كابتن ماهر، العيد بكره، العيد بالنسبه للعيبه بالنسبه للجهاز الفني. انا بقول لك ان هم كل الدنيا الدور بتاعهم مش احنا هنتفرج عليهم بكره وهيبقوا هم ملكنا واحنا بنتفرج عليهم، نتكلم عنهم نقول احسن ما عملوا اسوء ما عملوا، كسبوا الاهلي، تعادلوا مع الاهلي، اتغلبوا، كل ده بكره البروباجندا بتاعته هو بكره. فهو ازاي يستثمر الكلام اللي هو موجود ده في ابهى صوره يعني. كابتن شريف نورت شرفت كابتن، بشكرك بشكرك على الكابتن ماهر، جميل الحمد لله على السلامه حبيبي، نورت شرفت كابتن شريف، شكرا لك كابتن، ربنا يخليك كابتن. يعني اذكر حضراتكم قبل ما انهي الحلقه بنتائج مباراه الجوله 16 اللي ابتدت من يوم الخميس، اتحاد اسكندري وام بي وتعادل 1-1، النصر والزمالك وفوز الزمالك 2-1، ومباراه اليوم طلائع الجيش وبتروجيت وفوز بتروجيت 2-1. ان شاء الله مباريات الاسبوع 26 واستكمالا ليها بكره ان شاء الله الرجاء وسموحه والاسيوطي والداخليه والاسماعيلي وطنطا والاهلي والانتاج الحربي. ده بالنسبه لمباريات الغد، بعد غد ان شاء الله الحد هيكون مباراه المقاولون العرب والمصري البورسعيدي ومصر المقصه ووادي دجله، ده بالنسبه للاسبوع 26. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا غدا، مباراه ليست سهله اكيد، جهاز الفني عارف واللاعبين هذه جزئيه، وان شاء الله ثلاث نقاط مهمين للحصول ايضا واستكمالا لمشوارنا للحصول على هذه البطوله. بعد الفاصل هيكون معاكم عمر ربيع ياسين وولد سكر واكيد كل اخبار الكره العالميه.